مشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه الحياه النهارده يعني موضوعنا احنا بنلمسه في مجتمعنا وفي حياتنا ومشهورين بيه قوي في المجتمع بتاعنا ان هو دايما بيحب يفتي او مش بيعرف مش بيعترف بان هو ما يعرفش او ما يقدرش يمكن كتير مننا جرب ان هو يسال واحد على سكه او عنوان او طريق ودايما السؤال اه اعرف ويوصف لك طريق مختلف خالص عن اللي انت بتعرفه او يمكن يكون مش عارف اللي انت بتقوله او مش عارف العنوان ده اصلا عمره ما راحه إيه وصعب علينا ان احنا نكون او على المجتمع بتاعنا عامه ان احنا نكون بنقول ما نقدر ما نعرفش او ما نقدرش إيه وفي حياتنا مش في المجتمع بتاعنا لكن كطبيعتنا كانسان ان احنا مش بنقدر نعترف او صعب علينا ان احنا نكون بنعترف بضعفاتنا او بالحاجات اللي ما نقدرش نعملها او باخطائنا او بغلطنا او ان احنا قصرنا او ان احنا ما نعرفش حاجه معينه وبنحس ان هو ده ضعف ان انا اقول عن الضعف اللي في حياتي او احس ان هو الناس هتبص لي بنظره مش كويسه لو انا قلت الضعف اللي في حياتي ده موضوعنا النهارده قوه اظهار الضعف ازاي يكون في قوه اظهار الضعف ازاي يكون انا اقدر اتكلم عن ضعفي بمنتهى القوه وده ضعف في حد ذاته ولا قوه ده موضوعنا النهارده موضوع صعب شويه لكن مهم جدا في حياتنا وهنلاقي ان احنا بنسلك بنعمل حاجات كتيره قوي تصرفات كتيره قوي في حياتنا بنخفي فيها ضعفاتنا وبنبان بمظهر خطير كاننا ما حصلناش بمظهر مثالي جدا بنبقى عايزين الناس تكون معجبه بشخصياتنا معجبه بينا عشان كده بنحاول بكل الامكانيه ان احنا نكون بنخفي الحاجات الضعيفه اللي في حياتنا. موضوعنا النهارده قوه اظهار الضعف وهل اظهار الضعف هو قوه ولا لا ده موضوعنا النهارده ضيف الحلقه اللي هيكلمنا في الموضوع ده ومتحمسين ان احنا نسمع فيه ونكون بنستفيد ونغير راينا في حاجات كثيره وان احنا نكون بنتحدى نفسنا في ان احنا مظهر ضعفاتنا هو الشيخ هاني مرقص اخصائي صحه نفسيه ومشوره اسريه اهلا بيكي هاني وموضوع حلو قوي <applause> يعني مستنيين بقى متحمسين طيب الاول انا عايزه اعرف ايه هو اظهار الضعف اوكي <applause> اسمحي لي اعمل بس اقدم للموضوع المسيحيه دايما ماشيه ضد الطيار بشكل مش طبيعي ف في ناس هتسمع الموضوع بتاع النهاردة والمناقشات بتاعتنا فيه ويبقى كأننا فعلا ماشيين عكس الدنيا لأنه ملكوت الله ماشية بمبادئ عكس هذا العالم بالظبط فقوة إظهار الضعف كموضوع ممكن يغير حياتك وحياة الناس العلاقات كل حاجة في الدنيا ومن هنا هو موضوع مهم قوي قوي لكن انا بحذر المستمعين انه هيمشوا عكس التيار لو قرروا يمشوا بالطريق ده صحيح المكاسب مش طبيعيه لانه المسيح لما بيحط حاجه مش بيحط حاجه وارد الصين بيحط حاجه هي مبدا او من مبادئ الملكوت اللي بيغير هذا العالم وكل ما نستعمل مبادئه كل ما هنشوف الاجزاء اللي احنا بنعيش فيها سواء كانت حياتنا الخاصه علاقاتنا الحاجات اللي احنا بنطقها باقدامنا بتتغير بسبب ان احنا بنطبق مبادئ الملكوت فمبدئيا انا عايز احذر الناس المستمعين انه احنا هنقول كلام عكس اللي بتقوله الدنيا عكس المجتمع والثقافه مش الثقافه العربيه بس اي ثقافه هي تقريبا ماشيه عكس الموضوع ده ودي عظمه المسيح وانا لو في حاجه في قلبي النهارده من الموضوع ده بطرحه ليه برغم من انه موضوع صعب وفيه تحدي كبير انا عايز المسيح يشتهر انا عايز المسيح وطرقه تشتهر عايز الناس تعرف الفرق بين الاسود والابيض عايز الناس تشوف الفرق بين الظلام ونور المسيح وإزاي أنهم مختلفين جدا وأنه المسيح ما جاش عشان يدي دين المسيح جاي علشان يبني ملكوت جديد يحضر لملكوت جديد اللي نأمل كلنا نكون فيه بعد الموت ونختبره وإحنا هنا أيضا نبتدي نشوف معلمه طيب أنا هستعمل كلمة ترجمتها صعبة جدا موجودة بالإنجليزي بكلمة واحدة vulnerability الكلمه دي صعبه صعبه الترجمه وعشان كده انا هطرح ليها معاني كتير قوي وهقدمها بكل الطرق لكن قبل ما ابتدي عايز اقول انه التعليم اللي انا بقدمه بيحتوي على اقتباسات من ناس تانية كتير فده مش كله بتاعي في اجزاء انا أعملها وفي اجزاء تانية انا واخد اقتباسات من واحد اسمه بيتر سكازيرو وواحد اسمه الستر بيج والمعروف طبعا سي اس لويس وواحد اسمه مارك مانسون وواحده اشتهرت جدا في الحديث على موضوع الفارنبيلتي مؤخرا معاصره ويعني ما هياش كبيره قوي في العمر اسمها بريني براون فكل الاسامي دي التعليم بتاعي مقتبس حاجات منهم ولكن ايضا في العطاء الشخصي بتاعي. كلمه فارنبيلتي جايه من اصل لاتيني ومعناها او جايه من جرح يعني الواحد لما يتجرح فاذا بنتكلم على ضعف حاجة مفتوحة بحيث أنها ممكن تتعور أوكي؟ أه قبل ما أبتدي التعليم بتاعي علشان ما حدش يظن أنه طب إحنا الكلام ده يعني جاي منين يعني أنا عايز أوري الأرضية بتاعته الخلفية الكتابية ففي غلطية خمسة اثنين وعشرين وأعتقد أنه في آيات كتير هنتعرض ليها النهاردة عايزكم تشوفوها والسبب أن عايزكم تشوفوها معايا علشان انا شايف انه مهم جدا انه المشاهدين لما يبقى شايف الايه قدامه وهو بيسمعني بفسرها يبقى عارف انه ما يمكن التفسير بتاعي ده على مزاجي فانا عايزه يبقى هو بيقرا معايا الحاجات دي غلط يا خمسة اتنين ودي آية شهيرة جدا بتقول أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ويقول ضد امثال هذه ليس ناموس يعني لو هناك اي وصايا وما مسكتش النوع ده من القيم اذا ما تبصلهاش خالص ما تستاهلش انها تكون وصايا او ناموس في وسط المحبه والفرح والسلام والطول انا يقول لطف خدي بالك ان اللطف دي حاجه من الحاجات اللي طارت مننا في هذه الايام ليه ابقى لطيف لطيف يعني ضعيف مساويه لضعيف اللطف ان الواحد يتعامل وعلى فكره تعريف الذكوره ودي انا مش عايز اخش في الموضوع كله بس عايز المح انه تعريف الذكوره داخل فيه لطف مقارنه بالرجال اللي بتعامل الاخرين بقسوه وتعامل زوجاتهم او بناتهم بضرب و ملهاش علاقه بالرجوله اللي احنا نعرفها وبنبشر بيها فاذا اللطف وبعدين يرجع يقول وداعه وداع مرة تاني الوديع هو شخص بيختار أن يكون وديع هو ممكن يكون قاسي لكنه بيختار أن يكون وديع فإذا بيقول ثمر الروح يعني مفروض أنه لو الروح القدس اللي المسيح بيديوني في حياتي أو اللي بيدخل في حياتي بالإيمان بالمسيح بيثمر فيا ثمار لو ما أثمرش هذه الثمار في حاجة غلط إذا فرح محبة فرح سلام طول أنات لطف ودي دخلة جامد قوي في الفورنابيلتي اللي هتكلم عليه حالا لطف ووداعه حاجتين مهمين جدا في بطرس الاولى 2 وعدد 23 يقول الذي بيتكلم عن المسيح الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا واذ تالم لم يكن يهدد بيتكلم على يسوع لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل ودي اكشلي نبوه جات عنه وتحققت وبيتم هذا الاقتباس في بطرس الاولى فبيتكلم عن المسيح انه اذا اتشتم ما كانش يشتم اللي قدامه خدي بالك ان الناموس الى موسى كان العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم فاذا البادي الذي ابتدا هو اللي ظلم فاذا يتظلم هنا بيتكلم عن المسيح الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا ولما كان يتالم وخدي بالك كل ده داخل في التعريف اللي هنتكلم فيه حالا على الفورنابيليتي او او اختيار الضعف قوه الضعف وإذا تالم وانا شخصيا انا عارف ان انا لو اتحطيت في وضع الم ممكن انتفض مهاجما خد بالك المسيح يقول واذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل اذا يبحث يضع نفسه تحت وطاه الاخرين لما بيتكلم انه يسلم لمن يقضي بعدل يعني بيحط نفسه بيدور على مين اللي يتوسم فيه العدل ويقول له طب استلم انت موضوعي مش انه ياخد الموضوع في دراعه وياخد الحق حقي حقي هاخده بدراعي مش كده المسيح خالص المسيح اذ شتم لم يكن يشتم عوضا ما كانش يرد لصعصعين واذ تالم ما كانش ينتفض وينتقم بل كان يبحث عن من يستطيع ان يتوسم فيه العدل ليقضي له طيب آه التعريف انا قلت لك التعريف كلمات كتير قوي بس كل كل حاجه هتدي معنى اكتر آه لكلمه الفولنبلتي او اظهار الضعف ان يكون الشخص متاح عاطفيا متاح يعني عارض نفسه عاطفيا واجتماعيا يعني بطريقه اجتماعيه حاطط نفسه خدي بالك عكس كده ايه عشان برضه نفهم ايه عكس كده عكس كده ان الواحد يكون قافل مبتعد لا يختلط ولو اختلط ما يسمحش لحد يقرب منه ويدافع عن نفسه ويشم ريحه اي حاجه بتهاجمه علشان يروحها موقف البني آدم عند حده إلخ إلخ. عكس الكلام ده متاح عاطفيا يعني قابل للجرح ودي جايه بعد اللحظات ومتاح اجتماعيا. طيب حاجة تاني. معرض للجرح يعني ممكن حد يجرحه بمزاجه مش عشان هو عبيط أو هي عبيطة بمزاجه سايب نفسه إنه يبقى معرض للجرح. غير محمي مش حاطط حماية على نفسه في وسط الأصدقاء وفي وسط المعارف آه زي جون مفتوح مفيش مفيش عليه جول كيبر مفيش عليه حارس مرمى سايب جون مفتوح أي حد من اللي هيشوط شوطة حاجة. تدخل في الجون هتدخل تدخل في الجون حد يترك مساحات رقيقة وناعمة في قلبه أمام الناس بمزاجه برضه أو بمزاجها برضه سايبة مساحات ناعمة رقيقة أمام الناس ممكن تج ممكن يجرحوها فيها تسمح بالمخاطرة بل والأذية طبعا أذية يعني مش هيموتوني وأنا قاعد الوشي وأعيط لكن يعني إحنا بنتكلم عن الأذية الشعورية العاطفية إن حد يقول حاجة ممكن يجرحني بيها معرض واحدة تاني معرض وقابل للإساءة أو للإهمال يعني ممكن يتساب ممكن حد يبص عليه وي... يعني ما يشوفش فيه حاجه تستاهل ويعدل وشه ويمشي وهو وهو قابل انه م... مش داخل مش داخل يعني... خدي بالك مش داخل غضوم فر. فر في اي موقف خدوا بالكم مني انا يتخاف مني انا يتعمل حسابي انا يكلموني بطريقه معينه مش كده عامل العكس بالظبط انه سايب إمكانية للإساءة أو الإهمال أو سايب مساحة ناعمة قابلة إنها تتعور قابل للنقد على فكرة كل الكلام ده إحنا ما زلنا جوه فارنابول طب يعني كله ده هو ده إظهار الضعف يعني هو ده كل المعاني لازغار. اللي بديها بديها لك هي معنى كلمة فرنبو, فرنبو وتطبيقاتها يعني. علشان الناس تفهمها أوكي قابل للهجوم قابل للإقناع يعني عنده رأي مش معندوش رأي لكن قابل للتأثير عليه من الآخر واخدي بالك أنا عشان يتأثر عليا لازم أكون فاتح الباب يعني أنا أنا كشخص خلينا نقول زوج وزوجة أو أنا وأصدقائي لو أنا قافل الباب إن حد يأثر عليا يعني إيه؟ يعني راكب دماغي يعني اللي هقوله يعني اللي هقوله هو ده ما فيش كلام فيه ما فيش كلام فيه يعني. ما تناقشونيش فيه ما حدش هيعرف يقنعني كلامكم كلام فاضي فلما اكون داخل المواقف كلها متبني هذا الموقف مفيش اي امكانيه لل... ل... لانك تعرفي تتعاملي معاي وتاثري عليا انا اقدر اثر عليكي لكن انتي ما تقدريش تاثري عليا فمن طرف واحد الاخ الفارنبل ده بيختار انه يكون قابل للاقناع رقيق او لطيف زي ما سمعناه في الايه من شويه مترفق يعني يعني ناعم على الحاجه مترفق كانه عارفة الواحد لما يلاقي طفل فيتعامل معاه بكل لطف وحنية ما يقرصش جامد بإيده عليه وبتاع لأنه ده حاجة بسيطة طفل صغير. فمترفق مترفق ناعم. واخد بالك؟ يتوقف عن إنه يمثل حاجة مش هو. برضه فارنبل تعني إنه الواحد عايش حقيقته يعني. عايش حقيقته ما يمثلش حاجة مش موجودة فيه. أضيف حاجة تاني بعد بعد تاني كمان يتخلى عن انه يكون حاطط صوره معينه لنفسه عند اللي قدامه يتخلى عن هذا الامر مش فارق يعني الناس بتبص له ازاي يعني م مش عايز انه حبز المجهود علشان الناس تشوفني بطريقه معينه و وده السبب ان احنا بنكون بنخفي ضعفتنا يعني بالظبط آه. الاستعداد للاعتراف بالضعف لما يجي حد يقول الحاجه اللي انت عملتها دي اذتني اذيه كبيره لا مش انا ما هو انت عشان انت عملته لو كانش كده ما كانش حصل حاجه مظبوط لا هو بيقول اه اللي انت بتقوله معاك حق, حق. حق فيه لان انا شديت قوي في الحاجه الفلانيه مم. ما كانش لازم اعمل كده هزود انا قلتلك التعريف طويل تعريض القلب للجرح او المخاطره بدون وضع متاريس للحمايه عليه مش مامن نفسي باني حاطط لك متاريس اللي ما فيش بني ادم يقدر يعديها عادي يعني ممكن يتجرح من اي حد ممكن و... يتجرح مش من اي حاجه بس م. ممكن يتجرح قابل للجرح ترك منطقه واسعه ناعمه في قلبي بدون حمايه بقصد مش عشان انا اهبل طب... ودي قوه الموضوع يعني... خدي بالك دي عظمه وقوه الموضوع هضرب لك مثل واحد تقدري تستوعبيني بيه حضرتك والمستمعين شوفي المسيح وهو على الصليب بيتفوا عليه وبيهنوه وبيقولوا له ملك اليهود خلص نفسه قولي لي المسيح ده كان ممكن يعمل ايه؟ هو لو بقدرة المسيح كان ممكن يبيدهم كلهم بالظبط أه؟ بس ده يعني ده المسيح يعني <applause> خدي بالك دي الدعوة بتاعتنا دي الدعوة بتاعتنا اللي نقدر نتحرك فيها بقوة المسيح المسيح وعد الأعمال اللي أنا عملتها تعمله أعظم منها ولما قام واعطانا القوه دي قال انتوا كمان تقدروا تبقوا زيي اطلبوا من الاب اللي انتوا عايزينه فلا فكره ان احنا نشوف حاجه في المسيح ونقول اه ده عشان هو المسيح يبقى اذا ده تعجيز يبقى احنا يبقى احنا طب احنا وجاعين قلبنا في ايه ان كان كل حاجه عشان المسيح ما نقدرش احنا نعملها عشان ده المسيح يبقى خلاص نقفل على كده لكن لا دي حاجات وهتشوفي بعد شويه حاجات كتير قوي بتوريكي ناس عايشه الكلام ده مش مش على قبيل الاحلام مش بس المسيح. طيب م. يعني من الكلام اللي قلته اقدر اقول تعريف تاني هل هي الشفافيه او البساطه زياده؟ أه لا خالص احنا كده اشكرك السؤال هايل لانه بيحط ايده على ليست م. الشفافيه ليست الصدق ليست الامانه كل الحاجات دي داخله اكيد مما لا شك فيها م. ما تقدريش تكوني الحاجات اللي بنقولها دي بدون مفيش الحاجات بدون موجود. الشفافيه والصدق والامانه كل دي اجزاء صغيره قوي لكن ما اقدرش اقول ان ده هي دي نو نو هي التوقف عن التحكم في صورتي والناس شايفاني ازاي ويعاملوني ازاي وايه حدودهم اللي اقطع لسان اللي يعمل يتخطى الحد ده معايا وضعفاتي ما تبانش الا هيمسكوها عليا وانا اساسا ما عنديش ضعفات انا راجل كامل او انا ست كويسه فاذا بدون تعريض نفسي للضعف الفولنبيلتي دي او الكلمه دي غير موجوده حتى لو وجد صدق وشفافيه واخده بالك فاذا تعريض نفسي ل هي كلمه فارنبل يعني متاح او معرض عنده ضعف معين عامله مع... معرض انا اقدر اهاجمه فيه دي مع... ده ملخص ال... الكلمه في كل التعريف اللي قلتها لك وبالتالي زي ما بقول لك الشفافيه والصدق هي اجزاء لابد منها جواها لكنها ليست هي لوحدها الفولنبيليتي ال طيب بس يعني هي برضو حاجه مش مش سهله ان انا اعمل ده مش بس نظره الناس لكن اوقات احنا نفسنا ان احنا نكون بنعترف او ان احنا نفسنا ان احنا سايبين كده نفسنا ما فيش مشاكل اي حد يقنعني باي حاجه او يجرحني او ان انا اكون بعترف انا نفسي ان انا ضعيفه في الحته دي او دي نقطه ضعفي اوقات احنا مش بنقدر نواجه نفسنا بكده فمش حاجه سهله ان انا اكون بالشخصيه دي اشكرك خليني اقول لك انه لألا يساء فهم الكلام اللي فات ده آه انه الانسان يكون سايب نفسه متاح ضعف متاح قدام الناس آه لا علاقة لها بالواحد سماها آه واحد اسمه مارك مانسون سماها التقيؤ العاطفي ايه التقيؤ العاطفي دي ان انا اقف مع واحد وفي خلال خمس دقائق يكون عني كل حاجة. يكون قال لي كل مشاكل حياته yeah. مش هي هي مش كده خالص yeah. بالعكس دي هي انت تشوفي انت تشوفي القوه الفظيعه في ابقاء هذا الضعف في موقف المسيح على الصليب اللي انا بقول لك عليه انك انت قاعد عماله تتعجبي من 2000 سنه لغايه النهارده من ساعه ما تم الموضوع وهيفضلوا الناس يتعجبوا فيه الى اخر الخلق إلى يوم القيامة، إزاي ما طلعش عن طوعه من غلطهم وقلة أدابهم وطلب قوة تمسح وتبيد كل هؤلاء من زي على زي ما و... أنبياء من عملوا كده يعني زي إيليا زي في العهد القديم حصل كده آه. فعلاً ف... فتشوفي القوة يعني خدي بالك الضعف اللي بنتكلم عليه يستدر ويحصل على القوة بسبب إظهاره وبسبب إن صاحبه تارك هذه المساحه بمزاجه فاذا مظبوط كلامك مظبوط انه دي مش حاجه سهله وعشان كده انا مش بكلم الشخص اللي نادي في البرنامج ده مش بكلم الشخص اللي يعني لسه بيصارع مع انا مين وليه وهعمل ايه انا بتكلم بكلم شخص اكيد مش بدوسه زر هيحصل على الكلام اللي احنا بنقوله ده لكنه قرار ارادي زي حاجات كتير قوي بنقررها بصي ضعفاتي الناس كلها تعرفها خصوصا اللي بيدوروا في الدائره بتاعتي ويعرفوني yeah. ما فيش حد ما يعرفش ضعفاتي لانها بتبان بتبان في ردود افعالي لو انا قائد في اجتماع لو انا اسيس كنيسه لو انا صاحب عمل لو انا زوج لو انا اب لو كل كل اللي بيدوروا في الدوائر بتاعتي يعرفون ضعفاتي تماما السؤال هنا هل انا بعترف بيها وفاتح نفسي متاح ولا لا ففكره انه واو دي هتعمل لنا فضايح او حت او دي حاجه صعبه جدا لانه ما فيش حاجه زي كده خالص احنا مفضوحين تماما مكشوفين يعني مش ومكشوفين مش تماما أنا. السؤال كله احنا بقى اصحاب المشاكل والضعفات هل بنعترف ونقر بها ونفتح أنفسنا للآخرين علشان يشاوروا عليها أو يتكلموا عليها أو يساعدونا فيها ولا ولا لا فإذا برجع تاني أقول لك الموضوع قرار إرادي ما هواش آه ما هواش قوة آه في الشخصية ما يعني واخدة بالك؟ وإيه أهمية الموضوع ده الأول يعني يعني إيه أهمية الموضوع ده إن أنا أكون بعترف بيها أو إن أنا ب بتكلم عن دعفاتي أوكي آه أهميتها أنا بعد سنوات عمري أعتقد إن دي واحدة من أهم المكونات إما للحياة الروحية والوجود داخل ملكوت الله وفهم ملكوت الله أو للعلاقات. العلاقات مدمرة من وراء إنه الناس بيحاولوا يتستروا على مشاكلهم. تفتكر مش العكس يعني أنا لما أروح أعترف بإن أنا مثلا أخطأت في حاجة أو إن أنا ضعيفة في الحتة الفلانية مش الناس تبص لي باحتكار. اسال حضرتك نفس السؤال، لما يجي لك قائد محترم جدا ويقف قدامك ويقول لك ارجوكم لمجموعه من الناس اللي هو اخطا في حقهم في حاجه، ولو ارجوكم اغفروا لي انا غلطت في حقكم في الحاجه الفلانيه ما كانش يجب مثلا ان انا افقد اعصابي بالطريقه اللي انا تصرفت بيها واكيد انا ازعجتكم جدا وخوفتكم جدا، ارجوكم تغفروا لي، بتحسي بايه يا انا؟ احترمه تحت... بي... بينزل في نظرك؟ لا خالص بالعكس كان نازل في نظرك لما لو هو لم لما اهانك لما لما اشعرك ب... او عايش ازدواجيه او آه. عايش شخصيه مش بالزبط. شخصيته ولما يعني. جه اعتذر لك طلع يعني. طلع في عينيكي لانك قلتي واو ده زيي ودي ودي مهمه قوي انا بقول لاي حد سواء في موقف قيادي او في موقف عادي جوه زواج جوه اي حاجه هل عندك اصدقاء قريبين يعرفوا تفاصيل حياتك وبتديهم الحق انهم يقيموا سلوكك بدون ما يخسروك خدي بالك انا ممكن اجي اقولك على فكره الطريقه اللي انتي كذا 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 بيها دي ابص لك اتقمصتي مني وزعلتي مني وقطعتيني ما تكلمينيش تاني ليه لاني قلتلك انتي انت غلطانه كذا او انت, انت انسانه غير مفتوحه لاظهار الضعف او للتحدث فيه وخصوصا انه اللي جاي بيكلمك غالبا اتلسع منه هو مش جاي يعني غالبا بيبقى حصل حاجة فجاي يتكلم فيه أو خايف عليكي فهل في في حياتنا هل لينا كبير؟ أنا مش بتكلم هنا كبير يعني بابا لا أه؟ حد ينور عنينا بتكلم أصدقائي. على حد أنتِ أو أنت آه. آه. يعني بتسمح له يكلمك في أدق أمور حياتك آه. وعارف مش بتخبي عنه حاجات وواخد مظهر إنك أنت واو أنت ما حصلتش لا هو أو هي عارفة مشاكلك وعارفة ضعفاتك وقادرة تكلمك طبعا الزوج والزوجة هنا بيوفروا البعض إمكانية لحاجة زي كده جميلة جدا بس لما تكون علاقتهم سيئة بتستخدم في في الأذية لكن في في الوضع اللي ربنا خلقه للجواز إن مراتي أقرب شخص ليا وأنا عارف ومدرك إنها بتحبني مش شاكك في حبها لكن عارف انها بتحبني، فلما بتكلمني وبتقولي هاني الطريقه دي في الكلام مع الناس هتبعد الناس عنك، الطريقه دي مش عارف ايه، وابتدي اسمع وابتدي ابص وفاتح نفسي وضعفي قدامها وهي عامله نفس الحكايه معايا، اذا الموضوع مش للاذيه وبالتالي انا اقدر استخدم العلاقه دي، لو دي مش موجوده بيني وبين زوجي او زوجتي، فانا محتاج انها تكون موجوده بيني وبين صديق بحترمه ويعرف حياتي ما خدي بالك لو ما يعرفش هو واخد منظر اللي شايفاه كل مش الناس حقيقي. وشايف أوه. بس الحاجات اللي بتظهر من بره لكن لما اكون بشارك معاه وبيسمح لي او بسمح له انه يتحدث الى حياتي يعني الى ادق امور حياتي آآ آآ وافتح قلبي ليه هذا اظهار ضعف وابقى متاح في هذا الضعف عشان حد يقدر يكلمني ويوجهني فيه طيب يعني انا برضو هرجع مش ده برضو محتاج قوة شخصية يعني مش اي حد هيقدر يعمل دوت لا زي ما قلت لك مش محتاج قوة شخصية بمعنى قوة شخصية لكن محتاج حد مدرك سلوكياته ورايحة بيه لغاية فين محتاج حد بنسميه يعني واعي لنفسه واعي يعني انا بعمل حاجة مش بعمل حاجة وخلاص وبعدين اقولها انا كده لا م. واعي لنفسه يعني بيقيم بيبص شوية كده ويقول اللي أنا عملته ده أنا خربت الدنيا النهارده في العلاقة الفلانية طبعا في واحد أو واحدة بينوم نفسه طول الوقت ويقول روحه ما أنا هو كان غلطان أوه. البني آدم ده هو اللي كان قليل أدب هو اللي اتخطى حدوده معاه ممكن يعمل كده وينوم كل حاجة في نوع تاني من البني آدمين هو اللي أنا بخطبه لادي اللي هو بيبص وبيقيم نفسه وعايز يتغير وعايز بالظبط عايز يتغير وبيقول انا اللي بعمله ده ايه؟ طب انا عملت كده ليه؟ طب انا سلكت السلوك الغريب قوي ده ده انا اذهلت نفسي، ليه عملت كده؟ ده اللي انا محتاجه لانه في النهايه دي يبدو وكانها وصيه الهيه مفيش وصيه الهيه تعطى لواحد لفقط من هم عندهم شخصيه قويه واخد بالك الموضوع انا عايز اقسمه وعشان المتابعين يبقوا معايا في الموضوع كله عايز اقسم الموضوع لثلاث اجزاء مرتبطين ببعض تماما اول بعد هو بعد نفسي هتكلم شويه على نفسيا ايه اللي بيخلينا نبعد عن القصه دي وبعدين هتكلم عن بعد تجسد المسيح كجزء اساسي لاظهار هذا الضعف وبعدين هبتدي أخدك على بعض الحاجات اللي بولس عملها. علشان أوري التطبيقات بتاعت الحاجات دي. طيب حضرتك قلت إن في بعد نفسي. فممكن تشرح لنا البعد النفسي بقى للموضوع ده. البعد النفسي زي ما قلت لحضراتكم. أكتر واحدة تكلمت عليه مؤخرا في آخر عشر سنين. واحدة اسمها بريني براون. وهي أستاذة بحث. واخصائيه اجتماعيه معاها دكتوراه او اكتر من دكتوراه بتقول التالي هي مسيحيه مؤمنه فبالتالي هي برضو بتغطي الابعاد اللي يمكن احنا بنغطيها في برنامج زي كده لان خدي بالك احنا ممكن نتكلم على الموضوع ده بدون ما نيجي ناحيه اي حاجه روحيه لانه الموضوع ده بيدرس في اماكن كتيره كشيء نفسي بحت بيساعد اصحابه في علاقاتهم فتصوري ان المسيح حاطه النهارده بيدرسوه ناس لا يؤمنون بالمسيح ومش ناويين يؤمنوا بالمسيح ريني بتقول ان بريني بتقول انه ال الانسان اي انسان فينا عنده خزي شعور بالخزي كامن جواه بي بيتولد بيه وبيشعر بيه ان انا مش كويس كفايه آآ آآ خدي بالك ده غير الذنب الذنب ان انا عملت حاجه وحشه موضوع تاني خالص الخزي ان انا في حاجه غلط حاجه انا مولود بيها انا في حاجه في حاجه بي. غلط شكلي كلامي صوتي طريقه تفكيري جسمي عقلي اي حاجه يعني كل واحد ماسك في حاجه شاعر فيها بالخزي وبالتالي مش عايز يفتح على حد تاني لانه خايف انه لو فتح على الناس التانيه وعرفوا ما يخزيه ما يشعروا بالخزي هيقفلوا عليه هيبعدوا عنه مم. هيفقد هذا الارتباط والتواصل وبالتالي هبقى لا استحق ففي شعور قوي وخدي بالك انه ده عكس اللي بنقوله بقنا مم. في شعور قوي ان انا لا استحق هذا التواصل مع الناس التانية لاني عندي ما يخزيني عندي ما يشعرني بالخزي لو عرفوه عني هيقطعوني فلا استحق هذا التواصل ما استحقش العلاقة دي ما استحقش العلاقة دي مع هذا الشخص ما استحقش العلاقه مع ابويا وامي، ما استحقش العلاقه مع ده مع خصوصا العلاقات المهمه في حياتي. <applause> لما اقابل مجموعه من الناس، هقابلهم مره واحده مش هيشوفوني تاني، لكن يمكن رايح اعمل حاجه في بزنس، بريزنتيشن حاجه شاعر بالخزي، بغطيه بمناظر بقى كتير، بغطيه بان انا واصل ومتمكن وجدع و واحط لنفسي مناظر واعمل كل بس في عمق القلب الذي يراه كل انسان مع نفسه لو قاعد مع نفسه لوحده أنه هناك شعور بالخزي موجود جوة. طيب درجات ولا ده بطريقه التربيه والناس اللي حواليه بتزوده او بتقلله زي بتقلل. ما زي ما انت قلتي كده كله كل كل الذي آه. كل اللي انت قلتيه انه لدرجات و... على حسب وعلى حسب النشأه والظروف والول... لكن دي حاجه انسانيه كلنا مولودين بيها وربما ان ليها اصل روحي بسبب الخطيه المولودين بيها وحاجات أوه. كتير ما درستش الموضوع لاهوتيا وربطته بالامور النفسيه عشان اقدر ارد م. على السؤال تماما لكن مما لا شك فيه ان احنا يعني في مراحل مختلفه في كميه شعور بالخزي مختلف فينا اللي شاعر بانه بقى فاشل فشل ذريع وبيتحرك على هذا الاساس ويتكعبل في اي حاجه ويقف يبقى مكسوف ان الناس شافته اتكعبل يعني في ناس بقى واصله الى حد كبير قوي من الشعور بالخزي وفي ناس بتغطي على الشعور بالخزي بانها اساتذه ووصلين وما الى ذلك يعني في يعني ويختلف زي ما حضرتك قلتي okay. من حد لحد أه لكن موضوع الخزي ده هي قالت كده لكن دي حاجة موجودة في علم النفس أن هناك لكل واحد نواة معينة نواة اللي هي الأصل أو القلب عارفة لما تقولي قلب المنصهر قلب النواة بتاعة الخلية اللي هي الحاجة اللي في النص بالظبط اللي هي الأساسية اللي بتدور حواليها كل حاجة تاني ايه الحاجة دي؟ الحاجة دي خزي من حاجة معينة بيسموها الكور، كور قلب، قلب الخزي بتاعي له كور. مثلا إني أبقى مرعوب وده يختلف بقى من واحد للتاني، فأنا مثلا ممكن أبقى مرعوب إني أطلع شكلي فاشل في موقف. واحد تاني خايف إنه يطلع شكله غبي. واحد تاني خايف إنه يطلع شكله تخين. واحد تاني خايف انه يطلع اهبل ويقول كلام غلط هو في خوف بس يعني اختلاف انواع مختلف. الم... انواع مختلف. لكن خدي بالك كل واحد فينا بقى له واحده معينه ايوه يعني ممكن يكون هي عن... ايه؟ ممكن عنده عشرة لكن واحده منهم اللي الباقيين كلهم بيصبوا فيها خدي بالك فممكن اعمل غلطه لا محل لها الاعراب ما يعني ما مش كبير اه بس هتحسس الناس بتصب عندي في ايه؟ في ان انا غبي هتحسس الناس اني غبي يا حبيبي دي مالهاش اي علاقه بالغباء ده حد عمل حاجه لما انت لا يد لك في لا هتحسسه ان انا غبي فاخد بالك؟ فتلاقي كل واحد فينا عنده كور معين هو اللي بتصب فيه كل المخاوف التانيه واللي بسببه مش عايز لا يكون فارنبل او متاح ولا يوري ضعفه لحد في الثقافه بتاعتنا بقى انا هاني بحس ان احنا ثقافيا سيبك بقى من النشاه والقصص دي كلها ثقافيا بحس ان احنا احيانا شايلين روحنا على كف ايدينا كده يعني انا جاي لك مثلا اتعرف عليك اول مره قبلك او حتى اعرفك ليا شويه كل مره قبلك شايل نفسي على كف ايدي كده وانا جاي لك خايف لا تخبطيني خايف لا تعوريني خايف لا يعني, يعني هشاشه مش طبيعيه مش هشاشه الفولنربيليتي ان انا كاشف ضعفي هشاشه اني مرعوب انك تشوفي ضعفي فتلاقي المصريين والعرب بصفه عامه عندنا قرايل كلنا مطلعين قرايل بنلقط عليها ايه بنلقط عليها مين هيهني مين اهني مين ده 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 اهني يعني عمل ايه؟ ما شفتش الطريقه اللي كلمني بيها؟ إيه, ايه الطريقه؟ انا مش شايف اي حاجه في الطريقه اللي كلمك، لا ده قال أدب عليا. واخده بالك؟ وممكن والموضوع لا علاقه له بان الشخص قال ادبه مثلا ولا عمل اي حاجه وحشه، بس الحساسيه حساسيه زياده الرهيبه يعني. اللي كل واحد فينا يقولك لك شايل نفسه على كفه كده وهو رايح للتاني يعمل معاه اي نوع من المعامله. ف دي حاجه ثقافيه بحته ودي بتشتغل ضد ان احنا نبقى فارنبل ونفتح نفسنا للضعف ونعبر عن هذا الضعف. اللي بنتشجع عليه نفسيا اني احتضن ضعفاتي بدل ما اهرب من ضعفاتي وابص على الناحيه التانيه واعمل عبيط واجري على الناحيه التانيه لا احتضن ضعفاتي اعرفها اقبل انها موجوده فيا وانها ضعفات عندي اني مع اقبل فكره اني معيوب. لاني لو قبلت فكره اني معيوب حقبل فكره اني متشال على نعمه المسيح وده الاساس بقى يا امل ردا على سؤالك دي عايزه قوه شخصيه لا مش عايزه قوه شخصيه عايزة أن البني ادم يعرف انه متشال على نعمه المسيح مش خدي خدي مش, مش يعني خدي بالك في ناس كتير بتقول الكلام ده بالبوق يعني في ناس تقول لك بالبوق آه آه. احنا متشالين على النعمه ده كلام لكن مش انما ما استوعبهاش جواه انه م. فعلا ضعافاته رهيبه لدرجه انها ممكن تاذيه جدا جدا لولا نعمة, نعمه المسيح اللي المسيح لا فلما انا اعتمد على نعمه المسيح بقى بجد ما يبقاش موضوع ضعفي وجع قلبي كده بالطريقه اللي واجع قلبي بيها ناس كتير في العالم انه طب ما, ما, ما هو طبعا أه هو ليس من يعمل صلاحا يعني ما فيش ولا حد اساسا اه ما انا هيجي منين يعني يعني انا شايف انه بص جوه اخبي ايه ولا ايه يعني اخبي على ايه خد بالك؟ أنا بتشال شيل على هذه النعمة. فبالتالي مش محتاج أموت دفاعًا عن نفسي إن أنا مش كده ومش كده ومش كده، لا ده أنا كده وأكشلي أو أوحش من كده أنتوا ما بس نعمة المسيح شيلاني، فالإدراك ده مع إدراك الضعف مع إدراك نعمة المسيح هو اللي يخليني أقدر أحط نفسي في الفارنبيلتي مش قوة الشخصية. أوكي؟ okay. 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 النواحي المعرضة فينا هي اكشلي من اجمل من اجمل ما فينا والكتاب المقدس بيتكلم كده بولس بيقول انه الحاجات الضعيفة فينا هي اكتر حاجات محتاجة نديها كرامة ليه؟ ازاي؟ يعني ده اللي عايز اتكلم عليه النهارده لو لو المستمعين خرجوا بأي حاجة الليلة دي يخرجوا بفكرة انه الضعف في جمال معين ما يعرفوش غير الفتح فتح هذا الضعف وبقى مستعد انه يسيبه مكشوف. من اجمل ما فينا، يعني لما تشوفي مثلا حد عظيم عظيم انت تعرفي انه عظيم قوي وتشوفي ضعف معين عنده، ايه الاحساس اللي بيجي لك؟ واو ده زي دا زينا فالقائد او الشخص الكبير لما يقف ويعتذر اول حاجه بتيجي دماغي واو ده زي بحبه اكتر. بحب ضعفه مش انه ضعفه في حد ذاته بس جميل. بحس انه قريب بحس انه بني ادم وانه م. جميل وابتدي اكشلي اشوف اركز انا الاول كنت أعمل اقول واو ده ده عنده الضعف الفلاني واو ده عنده الضعف الفلاني لما الضعف ده مفتوح قدامي ببتدي اركز على ايه؟ م. على م مناطق القوه في حياته موجودة. امتدحها ارى الجمال ال 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 م. المجهود الجبار اللي هو او هي بيعمله في مناطق القوة بتاعته وابتدي احس بان الضعف اه موجود ومش جميل ومقرف وياريت ما كانش موجود لكن بص على اولا معترف بيه ما هواش بيتهرب منه ما هياش بتقول انا ما عنديش مشكلة دي اللي بتشتغل عليها على الضعف اللي عندها مش سايبها وخلاص ما في ناس يقول اه انا عندي الضعف ده انا كده يقول لك انا عصبي يا سلام خلاص يعني مرسي قوي انك قلت لي انا الحقيقة ما كنتش عارف <applause> انت لما قلت لي انا كده بقى هقدر استحمل عصبيتك لا انا عصبي وبشتغل عليها وفي تقدم هي دي الفكره مش ان انا بس اقرب ضعفي لكن ان انا يعني احسس الناس ان انا عايزه اصلح ده او ساعدوني يعني هل المفروض نعمل كده ولا ان انا يعني اصلح الضعف ده او طبعا لازم اشتغل على الضعف بس مش هقعد مش هقعد وقتي كله مركز على ضعفي وبشتغل عليه لانه في كمان مناطق قوه عظيمه بعمل بيها حاجات هايله فالاثنين هي طبعا. معادله يعني. آه، طيب خدي بالك ان الانسان يحط نفسه في ضعف ممكن تكون في 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 مواقف بسيطه جدا حد مثلا آه انا آه رجل هناك شخص قابلته رجل اخر آه عجبني ونفسي اتعرف عليه اكثر بس آه اقول له ايه يعني اقول له انك عجبتني ونفسي اقضي معاك وقت اكثر هيقول علي اهبل فاضي م. فدي معناها ان انا باجي على نفسي وعلى اظهار هذا الضعف ان انا محتاج اتعرف عليك محتاج لك ايوه انا صحيح راجل مشغول جدا جدا لكن انا شايف فيك حاجات احب اتعرف عليك اكتر فممكن نخرج مع بعض نشرب قهوه ممكن نقضي مش عارف الحاجه الفنيه ممكن تجيب عيلتك وتيجي نتعرف مع بعض فانا بعمل ايه ببين ب... اهتمامي النهارده دي عمله نادره ان حد يبين اي شعور عنده ده لان صحيح. ده معناه انه أو فاضي أو إنه فاضي تافه يعني أنت حياتك فاضية كده بس مستني لغاية ما مش... طب أنا بقى مشغول، لا ما أقدرش أقابلك أنا بقى بالك؟ ف فتعريض النفس لهذا النوع من الخطر العاطفي اللي فيه بقول لحد حاجة بتبين حاجة نعمة عندي وبستجري أقولها وما بخافش ويمكن يجي لي رد فعل سيء من اللي قدامي وبالرغم من كده انا برضه هفضل اقول كده ولو انت ما ما تجاوبتش معايا هلاقي حد تاني انبسط منه ويتجاوب معايا احسن منك مش هتفرق انا ما انا ما اتكسرتش انا ما ضعتش في الحقيقه يا يا امل الانفتاح للضعف هو مفتاح السعاده اي علاقه بين مثلا زوج وزوجته إن ما كانوش قابلين للجرح من بعض مش هيدوقوا السعادة. يعني أنا لما أكون محصن نفسي منك لما أكون حاطط كل دفاعاتي يعني هبقى بتكلم بحساب ببقى. بتكلم بحساب وبتعامل بحساب وانت تتكلمي و... بحساب معايا لا يمكن لهذا الكابل إنه يختبر معنى السعادة طبعاً. السعادة لا تأتي إلا لما يكون أصحاب العلاقة معرضين لانهم يجرحوا بعض ليه هو اللي, بحقين. اللي ما يدوق الجرح والالم والحزن ما عرفش يدوق الفرح والسعاده هي هي نفس الحاجه مم. هي بس العمله ليها وجهين واخده بالك ف خليني انط الحته هنا للمسيح برغم ان احنا بنتكلم في الحاجه النفسيه هي هتيجي بعدين بس انا عايز اقولها دلوقتي مم. المسيح الى هذه اللحظه سايب نفسه متاح للجرح. مني ومنك ومن اي واحد يتبعه ومن اي واحد ما يتبعوش. صح. اي واحد النهارده يقدر يشتم ويلعن ويعمل اللي هو عايزه في المسيح براحته. المؤمن كل مره بي بيجرح قلب المسيح باختيارات سيئه وخاطئه هل المسيح حصن نفسه؟ هل حط لنفسه سياج انه انتوا مين يا يا خليقه يا 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 ضيعه؟ عشان اخليكم تجرحوني لا طبعا واخده بالك فارجع تاني واقول العلاقه اللي ما فيهاش انفتاح للضعف الى درجه امكانيه الجرح والتوقف عن التحكم فيها لن تذق تدوق السعاده السعاده وبعدين انا شايفه كمان لو لو انا مش بقدر اعمل كده انا بمثل أنا مش هبقى على حياتي مع شريك حياتي. يعني ده أبسط الحاجات ف... مزبوط مظبوط معاكي حق yeah. وخدي بالك اللي بيحصن نفسه بيتخدر بقى بيوصل يعني الرجل أو المرأة اللي فيها عمل انفصال عاطفي علشان ما يتوجعش من اللي قدامه ده مش بس ده متخدر أو هي متخدرة ده ورجالة كتير بتعمل الحكاية دي يعمل يفصل يقطع ما خلاص امراته بتتكلم عن الشعور سلبي فهو ما يستحملش انه اي شعور سلبي يقطع هو قاعد ما خرجش ربما يخرج من الاوضه لكن حتى لو قاعد قطع ما بي... مش سامع ما... لا بيحس باللي هي بتقوله ولا 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 وبالتالي هو ايضا لن يتذوق اي معنى لفرح في هذه العلاقه مع هذه المراه ما يقدرش لانه الواحد فينا ما يقدرش ما يقدرش يفلتر المشاعر ويدوق انهي ويسيب انهي اللي بيقطع بيقطع اللي اتعلم انه يفصل كل ما تيجي حاجه مش عجباه خلاص هل ليها لامت ولا ولا لا هل يعني ي... وخصوصا بين الزوجين يعني هل ليها لامت ان انا اكون متاحه عاطفيا وان انا اكون بوري ضعف لشريك حياتي وان انا حتى لو خطاي او لو حاجه بتضرها هي او بتجرحها هي شخصيا ولا ولا بصي يعني كلنا بنتعلم يا امل من الممارسه حاجات كتير قوي للاسف فلو لقيت انه شريك حياتي لما بفتح حياتي للضعف او بفتح الضعف في حياتي قدامه وهو يسيء استغلال المعرفه دي مثلا احكي له انا متجوز جديد وبحكي لجوزي عن ابويا وامي ومشاكلهم اللي ما كانش عارفها وهو بيتقدم لي في الجواز يبتدي بقى يستعمل يقول ما انت انت كده بتعملي زي امك ما هو انت قلتي لي ان امك بتعمل فيبتدي اللي بيحصل ايه زي ادم وحواء بالظبط كان كانا عريانين ولم يخجلا انما لما عملوا اللي عملوه بقوا خايفين من بعض واول حاجه عملها انه اشتكى مراته وقال لربنا المراه انت انت. انت, انت الغلطان انت اللي غلطان الست اللي حطتها لي دي هي اللي اكلتني كانه هو ربنا السبب <applause> لا حول ولا قوه له ف وابتدوا يلبسوا او يتستروا طب ما انتوا كنتوا عريانين ولا تخجلان ومفيش وما فيش اي مشكله لا لما دخل الموضوع ده انا بقيت بقى دريان بنفسي وبقيت خجلان من نفسي ودخل الخزي اللي بنتكلم عليه من شويه ودخل انا لازم استتر من هذه المراه اللي انا مش ضامنها ومش شاعر بالامان معاها فبالتالي لما الناس تسيء استغلالنا بنخاف وبنقفل م. وطبعا لازم ناخد حذرنا من نا ما احناش يعني اللي هو يعني اي واحد يعورنا ويأذينا واحنا ولا هتفرق معانا لا طبعا. طبعا فكل واحد بيعمل على قد ما هو قادر يعمل لكن بيبقى بتظل دائما هناك بعض العلاقات اللي بنشعر فيها بالامان اللي نقدر نحصل فيها على هذا المستوى من الإتاحية أو إن إحنا نبقى متاحين والضعف بتاعنا باين لأنه بمعنى إن أنا بحاول في كل علاقاتي لكن في علاقات مش قادرة أعمل فيها كده لأنها مؤذية جدا وأنا مش قادرة أتحمل الأذى بتاعها لكن يظل ده أسلوب حياتي أنا عايز أعيش كده وبحاول أعيش كده ولكن مع بعض الشخصيات مش قادر أعمل كده غير بقى ان انا بنقي واحد في الدنيا اعمل معاه كده والباقي كله انا مفيش مفيش مش متاح لاي حد فده ده الجزء ال يعني في كلام كتير قوي يتقال في الحته النفسيه يا امل انا هوقف في الحته دي وانقل يمكن على الجزء الثاني علشان الوقت. طيب احنا قبل ما نطلع فاصل بس عندي سؤال ليه احنا مش بنقدر ان احنا نكون بنظهر ضعفنا او ليه بيبقى صعب علينا؟ كويس قوي آه، ليه مش بقدر اظهر الضعف الضعف بتاعي لانه آه، بحط نفسي في مواقف بتخلي الناس التانيه تقدر ترفضني وانا مش عايزه ترفض انا احب ان انا ارفض اللي قدامي قبل ما يرفضني ليه مش عايزه ترفض لانك بتوجع ما تجرح مش عايزه تجرح اه فلا انا ارفضك قبل ما انت ترفضيني في ناس كتير بتتصرف على هذا الاسلوب صباحا وليلا ونهارا في اي موقف في الشغل مع مع في الزواج مع الاصدقاء انا مش هستناك لما انت ترفضني انا هرفضك قبل ما ترفضني فاذا وضع نفسي في موقف يمكن الاخرين من رفضي بيخوفني برغم ان زي ما قلت لك انه في معظم الاحيان لما الاخرين بيشوفوا الضعف بيتجابوا معايا بطريقه ايجابيه بس انا مش مصدق كده بسبب الخزي اللي اتكلمنا عليه بتصنع شخصيه مزيفه ومهتم جدا جدا بنظرة الناس ليا فبالتالي ما عنديش است... يعني الكلام بتاعي انا عارف انه دي لبعض المستمعين انه <applause> انت بتتكلم في ايه؟ لا لا يعني انا يعني شايفه ان ده اللي لينا آه. كلنا على فكره آه. يعني الشخصيه المزيفه او الشخصيه آه. الثانيه دي ده آه. بالعكس ف... ف... فلا يعني موجوده آه يعني آه انا انا مش كده وانا لو اظهرت ضعفي هيكنوني وده, وده, وده الفكر السائد هو الحقيقه اللي هياكلني انا ممكن اتفاداه بعد كده وابعد عنه طبعا يمكن حد يقول لي لا استنى انت انت ظهر ساذج طب انا عيلتي بتاكلني لو اظهرت ضعفي طب انا عايش مع عيلتي اسيبهم ازاي أقطعهم اعمل معاهم ايه مش عايز مش عايز اقول انه الشواذ بتاعه القاعده والمصاعب بتاعه القاعده تخليني ارفض القاعده لان م. دي القاعده دي حاجه انا شايف ان المسيح عاشها وبيقدمها لنا وفي ناس بصوا حواليكم على مين اللي ناجح روحيا في حياته هتلاقوه هو المنفتح لهذا الامر م. مش العكس مش المزيف ومش ومش طيب في حاجه تاني أه عارفه المثل الشعبي بتاعنا اللي على راسه بطحه يحسس عليها محدش يتعور من حاجه غير لو كان عنده صدى ليها يعني مثلا لو انا شاعر اني انا شاعر اني تخين ومتضايق من تخنتي ومتضايق من منظري ومكسوف من من نفسي مش عارف اعمل ايه وبحاول ومش عارف بس متضايق قوي قوي وهنا اجي ماشي جنب مجموعه اعرفها ويروحوا يضحكوا هما بيضحكوا على نكته انا زي فكر ان هما بيضحكوا عليا عشان اول نتكلم. حاجه تيجي في بالي ايه فاكره النوال اللي اتكلمنا عنها الكور بيضحكوا على تخنتي ف فالمواقف دي كلها مرة تانية بقول ما حدش يقدر يجرحني إلا لو كان في صدى خلينا نقول إنه حتى علقوا على إن أنا تخين لو ما كنتش أنا تخين كنت استهيفتهم بس لأن أنا حاسس إن أنا تخين ومتضايق من نفسي لو حد قال كلمة ناحية حجمي ومقاسي هتجرح قوي قوي ليه؟ لأنه جواها جوايا صدى ليا فمرة تاني ده سبب يخلينا ما نفتحش الباب ده خالص ان انا عندي حاجات بما يكفي ان انا يعني ملصم مش عايز حد يجي ناحيتي اهم واحده يمكن اللي انا هقولها لك انه اظهار الضعف العاطفي بيجبر صاحب الضعف سوري اظهار الضعف بيظهر صاحبه انه يتعامل مع هذا الضعف ما اقدرش اظهر حاجه وخلاص واسكت عليها يعني وانا مش عايز اعمل كده انا مش عايز اتعامل مع ضعفي و و وتلاقي المسيح قال انه لهذا السبب انا بكلمه بامثال لانهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون هما مش اكتش انهم مش بيسمعوا هم مش بيفهموا. مش عايزين هما مش, هم هم. هم مش عايزين يعني ف... اظهار ضعفي هو اجباري ان انا اتعامل مع اظهار ضعف, ضعف بيجبرني ما اقدرش انا ما هو انا لو حطيت نفسي في الموقف ده اظهرت ضعفي معناه ان لازم اتحرك في الموضوع واعمل حاجه ما مش الموضوع مش ان انا بس ضعفي يبقى باين وخلاص يعني خلينا نقول لو انا عايز اغير او انا عايزه اتعامل مع ضعفي يبقى انا لازم اظهره مظبوط مظبوط هتلاقي يعني مش لازم اظهره بمعنى انه هروح ابلغ الناس بيه على فكره يا جماعه مش هتكسف منه يا جيران مش مش هتكسف منه مش هخبي عليه مش هخبي بس, بس مش هعمل اعلانات ولا اي حاجه مم. لان الموضوع مش فضايح <applause> عايز اخدك بقى لحته في الموضوع ده في سؤالك اوريكي بيها قد ايه في ناس مستعده تظهر ضعفها لاميال بقى ابعد بكتير من احنا بنتكلم فيها يعني احنا مازلنا بنتكلم في الاجور ريلي ريلي لما البني ادم يتبنى هذا الموقف في حياته يبقى اسلوب حياه ممكن ياخده في حتت ناس تانية حتى ما تعرفش تفهمها فمثلا خليني أقول لك موقف المرأة اللي غسلت رجلين المسيح بشعرها يا ربي هذا الموقف إلى هذه الأيام أنا وغيري كتار بن أرام مش مستوعبينه هذه امرأة تعلن ضعفها أمام حد تحترمه 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 تروح تجيب البرفاة. أغلى برفاء بتاعها لو زمان البرفانات كانت أغلى ما في الحياة عندهم وتكسرها عند قدميه وتمسح بشعرها راسه. إيه لدرجه بشعر راسها بشعر متأسف متأسف بشعر راسها رجليه. لدرجه انه اللي قاعدين هو ما فرقش معاها اللي قاعدين اصلا آه إيه. ما فرقش <applause> معاها بالظبط. اللي قاعدين بقى يعني حسوا بالموقف انه ايه اللي بتعمله الست دي؟ الى هذه الايام انا لما بقرا الموضوع يخالجني شعور انه الموضوع كانه جنسي. الموضوع فيه في حطت نفسها في اتهامات يعني ونظرة الناس في, في يعني. نظر الناس بهذا العمل لدرجة تبدو وكأن الموضوع له بعد تاني يعني لأنه يعني يكسف قوي 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 في في تصغير للنفس بدرجة م. الواحد ما قراهاش ولا شافها في حتة قبل كده وبعدين لما بي 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 بيتمسخروا وبيقولوا يعني فلوس التلاميذ يا عم مش حرام اللي انت بتعمليه ده الفلوس دي كان ممكن تروح للفقراء مين اللي كان بيقول كده اللي كان بيسرق الفلوس اللي بتخش في حصلت الفقراء كان يقول لهم اتركوها هي تكفنني بتعملي الكفن بتاعي لانه ده كان طريقه التكفين انهم يحطوا اطياب وحاجات زي كده يكفنوا بيها الى يوم تكفيني ف يعني موقف تاني حنه او متاسف حنة ام صموئيل لما بتصلي امام المذبح ليل نهار وتبكي وتبكي وتتكلم ومش عايزه مش عايزه تزعج الكاهن اللي موجود عند المذبح فبتتكلم من غير ما تطلع صوت ومرت النفس وعماله شكلها عماله تتكلم وتتحرك وتوطي وتصلي وتقوم وت... لدرجه انه الكاهن يسيء فهمها ويقول لها يا امرأة أنتِ سكرانة في عز النهار روحي بيتك وكفاية سكر اللي أنتِ فيه فبترد عليه وبتقول له أمتك مش سكرانة أنا مرة النفس بتصلي عشان ربنا يديها أولاد مرة تاني هنا الـ 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 الضعف بيتفتح أساساً لربنا ولكن أيضاً بيتفتح للآخرين إنهم يشوفوه المرأه الفينيقيه اللي جت للمسيح تقول له ارجوك اشفي بنتي والقصة اللي ما ينفعش اختصارها في كلمه ونص لكن المسيح بيعبر فيها على انه يقول لها ما ينفعش يتاخد الخبز من الكلاب ويعطى يؤخذ من البنين ويعطى لل لل للاجانب أو للكلاب ولإنه ده كان الشائع ساعتها ال اليهود كانوا يسموا الغير يهود كلاب وبعدين المرأة ترد عليه لا لا تتخبط ولا تتكسر ولا ازاي تقول لي كده ولا... لكن تقول له ولكن ايضا انا مش بطلب الخبز انا بطلب الفتات اللي يخرج من عندك والمسيحي يقول فعلا لم أرى ايمان مثل هذا والموقف كله عايز يبقى يقرأه إذن هناك حاجات كتير بتصعب الموضوع علينا سي أس لويس الشهير قال حاجة ظريفة قوي قال حب أي شيء من كل قلبك حب حط قلبك وحب حاجة من كل قلبك وده التعرض للضعف والقابلية للجرح حط قلب حب أي شيء من كل قلبك وستجد قلبك يعتصر في مواقف معينة يتعصر ويتلوى من الألم ويستنزف وكأنه ينتزع من مكانه من الألم وربما ينكسر أوكي؟ ده, ده اللي بيقوله سي أس لوز وبعدين يرجع يكمل ايوه ما لازم يكون له تكمل يقول عايز تتاكد ان قلبك بقى محصن ضد الكسر عايز قلبك ما أبدا الحاجات دي؟ اوعى تديه لحد، ولا حتى الكلب وفي، لأنه قلبك هيتوجع لو قال كلبك ده حصل له حاجة، لف قلبك بحرص في الهوايات بتاعتك والمشغوليات بتاعتك ده ده العكس العكس غلفه بقى ببعض الطرف والرفاهية وتجنب اي تعقيدات وترو... وتوري... كده عايش لوحده. وتوريطات اختاري بقى اللي انت عايزاه، شوفي انت المستمعين يسمعوا اللي انت عايزه، اغلق عليه في كفن الانانيه بتاعتك وفر له ظلام وامان وركود محدش يوجعه ولا يدخل ناحيته ولا يلمسه ولا يعمل اي حاجه تضايقه كويس؟ حيث لا ماء ولا ولا هواء وبالتاكيد سيتغير ويصبح غير قابل للكسر <applause> ولا يمكن النفاذ اليه ولا يمكن تصليحه. هو هيموت اصلا اوكي فالاختيار الاختيار شايفه شكله, شكله صعب صعب شكله تسمعي مثلا بولس في مرات يقول مين فيكم اتالم ولم اتالم معه م. انا بصلي لكم ليل مين فيكم اتوجع وانا ما قلبي ما انكسرش معاه فاذا شايفه حد هنا مش بيحصن قلبه وبيحصن نفسه ومش عايز يتالم اكشلي في عنوان تاني انا كنت حاطه لل... للبرنامج بتاع النهارده انا ما غير قلتوش. قوه اظهار الضعف غير قوه اظهار الضعف اللي هو توقف عن توقف عن تفادي ما يؤلم توقف عن تفادي ما يؤلم كلنا مبرمجين انه نبعد عن الالم نهرب في اي ناحيه تاني مش عايزين توقف عن هذا الامر بانك افتح قلبك مش على مش على يعني على المصراعين يعني تفتح الباب لكل من هب ودب يدخل، لكن افتح شويه شويه وهتشوف التغيرات اللي هتحصل في حياتك وفي علاقاتك وهتقدر تستامن تفتح قد ايه وتفتح اكتر وتفتح اكتر، هتلاقي نفسك بتنمو في هذا الامر. دافع عن قلبك واحفظه واحرسه في ورق سلوفان وما تخليهوش يتألم من اي حاجه وتاكد انه بعد شويه هيبقى لا شيء قابل ان ينفذ اليه زي ما قال سي اس لويس آه في آه في يعقوب 5 16 هتسمعوها هتشوفوها قدامكم على السلايدز يعقوب 5 16 بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات صلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا مرة تانية اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات هل ده لكل الناس؟ لا مش لكل الناس واضح ان انا اقدر اعمل كده مع على الاقل مجموعه من الناس تعرفني كويس قوي وتعرف عني كل حاجه وابقى منفتح ليهم عشان يقدروا يكلموني وصلوا بعضكم لبعض لكي تشفوا عشان يحصل شفاء في الناس الدعفة. اللي هتساعدني في ان انا اكون بشفي من الضعف دوت بالظبط اوكي طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل ونتكلم عن التجسد المسيح وال... اوكي اوكي اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل نسمع مع بعض ترنيمه ونرجع نكمل موضوعنا وقوه اظهار الضعف في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي إلي إليك أرجو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي لست <applause> لدى لذاتي <applause> وشهوات رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وزي ما اتكلمنا الاول ان احنا نكون بنتكلم عن ضعفاتنا ما نخبيش ضعفاتنا لكن كمان مش قدام الناس بس لكن زي ما كانت الدكتور بتقول كمان بنقر بيها قدام ربنا وده هيساعدنا في ان احنا نكون بنتغلب عليها اتكلمنا في الجزء الاول عن ايه هو اظهار قوه اظهار الضعف اتكلمنا كمان عن البعد النفسي وجبنا امثله من الكتاب المقدس لكن كمان يا هاني عايزين دلوقتي تكمل هل الموضوع ده ليه صدى في الكتاب المقدس وحضرتك كنت بتقول انك هتتكلم عن تجسد المسيح م. اوكي تجسد المسيح من اجمل الحاجات في العقيده المسيحيه ولو نواحي مختلفه خالص كتيره خالص انا مش هحاول مش هحاول حتى اتكلم عليها انا بس عايز اخد زاويه واحده صغيره قوي من تجسد المسيح اللي ليها علاقه بموضوع بتاع اللي اللي بنتكلم فيه اظهار الضعف يقول الكلمة كلمة الله أي المسيح الكلمة صار جسدا وحل بيننا وفي قانون الإيمان النقاوي في كنائس كتير بتقراه بانتظام بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلخ إلخ إنه نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم, مريم العذراء من مريم العذراء تأنس شوفي التعبير تأنس ده مش هتلاقيه في حتة تاني خالص تأنس يعني صار إنسان. انسان الله يصير انسان ماشي عكس الدنيا ماشي عكس الدنيا في كل حاجه الله الذي يتعالى عن عن الخليقه الله المبتعد اللي هو لا يعني نقول الله تعالى يعني حاجه بعيده قوي 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 يتانس ويصير انسان صلب عنا في ملء الزمان ألقيت الكلمة إلى مريم ومنها تأنس أعطيت مريم كلمة الله في أحشائها وتأنس الله وخرج كبشر من 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 اجمل الحقيقه الحاجات انا يعني الموضوع ده ممكن نقعد نتكلم فيه وقت اطول خالص قبل المسيح ضعف الجسد قبل ان يكون للموت سلطان عليه واقتنى جسدا قابلا للفساد يا ربي طب تعالى في جسد ما يخسرش ما يبصش م. انت ربنا لا شوفي شوفي ال 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 اخذ الضعف لانه زي ما بقول لك العنوان انه قوه الضعف واظهار قوه الضعف ده لينا احنا كبشر واخد بالك لكن الضعف يحل دي. فيه قوة غير عادية، آه ان الضعف اللي احنا بن... 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 بنتصوره ضعف دايما له جانب تاني، لان كل حاجة في الدنيا ليها جانب تاني، مم. احنا نقول ما فيش حاجة ليها جانب واحد، العملة ليها جانبين، ملك وكتابة، كل حاجة ليها جوانب أخرى، فالضعف اللي بيظهر لنا ده جانب، مم. في جانب تاني احنا مش شايفينه قوة فظيعة، بس احنا ما نقدرش نفهمها لما بنشوف الضعف، ومن هنا بيجي قوه اظهار الضعف اكشلي لانها بتمنحنا الحصول على الجانب الاخر وهنتكلم فيه في باقي okay. في الحلقه mm -hmm. فاقتنى جسدا قابلا للفساد والضعف والموت عشان يزرع زرع جديد بالقيامه اللي هي الجانب الاخر بتاع اللي هو القوة. التانس yeah. على الارض وقبول هذا الضعف وقبول ان يكون للموت mm -hmm. سلطان عليه عمل كل ده علشان يزرع زرع جديد بالقيامه غير قابل للفساد لا يستطيع ان يفسد جسدا زي ما هو قبل فساد الجسد لكي يقتني جسدا لا يفنى وليس للموت سلطان عليه ولا يفسد ودي الحياه الجديده اللي احنا بناخدها اذا من الضعف خرجت قوه, قوة. غير عاديه يعني هو اختار الضعف اختار الضعف ويجوز فيه علشان قوه بعد كده عشان حاجه قويه يعني بالظبط كده من ضمن اسباب التجسد ان الله ارسل كلمته للبشر عشان يرفع البشر ويرقي البشر من مرتبه عبد الى ابن بالتبني ووارث لله بالمسيح زي ما غلطية أربعة ستة وسبعة بتقول لنا أه تجسد المسيح في ضعف البشر جعل الله نفسه فرنبو متاحا ووضع وضع ضعفه في يد البشر وضع نفسه في يد خليقته من خلال التجسد لقد أصبح الله هشاً وقابلا للكسر استوعبي دي كويس وأعزائي استوعبوا اللي أنا بقوله لقد أصبح الله هشا وقابلا للكسر عايزة أقولك في ناس مش بتقدر تقبل الكلام دوت وخصوصا لو أنا مش بكلم عن المسيحيين أنا بكلم يمكن إحنا عشان وإحنا صغيرين فإحنا خلاص طبعاً. عرفنا القصة وكلام ده كله لكن في ناس مش مسيحيين هي لا تستطيع أن تقبل إن الله بيكون في الوضع دوت أو في الضعف ده طبعا طبعا قد تكون الجمله بتاعتي صادمه، وانا متاكد انها صادمه للبعض. لكن ده الهنا. وده اللي يخليه غير غيره. لا وهو عمل ده علشاننا. اه، فاللي يخلي اله يحب البشر دي. الى هذه الدرجه، طبعا ال ال اللي بيسمعني من خلفيه غير مسيحيه هيقول يا طب هو كده على الارض ومين بقى حكم الدنيا؟ لا، لانه الهنا مش اله حته واحده هو على الارض خلاص ما بقاش موجود في حته تاني إله غير محدود آه. يعني هو فده بعد آه. واحد لن أوكي. يقضي على الله الكلي القدير العظيم، لكن لأنه خدي بالك ساحة الحرب هنا هي على الأرض م -م. في وسط البشر اللي إبليس بيحاول بي بي يصارع عليهم. م -م. فالموضوع مش على العالم كله كأنه ربنا لما بقى على الأرض هنا ما بقاش موجود في حتة تاني. م -م. لأنه الله أكبر بكثير من كوكب الأرض، حتة البتاع الزغنونة في م -م. وسط حاجة كبيرة. لكن لانه الصراع تم هنا على الارض على ارواح البشر. فتأنس الله وصار هشا وسط هؤلاء البشر لاظهار محبته ولاخذ هذا الثمن نيابه عنه ليخلق انسان لا يقضي عليه الموت ولا يفسد جسده ويرقي هذا الانسان من عبد الى ابن ووارث. It's beautiful. طبعا حاجه في منتهى الجمال اصبح في مقدورنا زي ما بقول لك ان احنا نجرحه ونؤذيه زي ما قلت قلت لك من شويه قلت لك هجيب سيره الموضوع تاني لقدام شويه اصبح في مقدوري الان ان اؤذي الله اؤذي مشاعره مش اؤذيه يعني انا اذيه يعني انا هعمله ايه ده هو ربنا انا لا شيء انا لا بالكلام انا التصرفات. ولا صرصار ولا نمله مم. انا ولا حاجه خالص لكن اقدر اؤذي مشاعره لكن وضع المسيح مم. كل هذه المفاتيح في يدي وما خدهاش مني. عشان يحمي نفسه ويأمن نفسه من ان انا اجرح مشاعره ما خدش مني اي مفاتيح بالعكس هو أداني صلاحيات اكتر اداني صلاحيات بالظبط كده اداني كل الصلاحيات اللي ممكن ليل نهار اهينه ومش كده وبس في ينصحنا الكتاب المقدس في افسس 34 ينصحنا ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء بلاش تحزنوا روح الله القدوس اللي ختم على حياتكم بلاش تحزنوا مش لو احزنتوا همسح بكم الارض وهخليكم ما تسووش تعريفه في حته ومش هيبقى لكم وجود تاني ده انا الله انتوا فاكريني مين مش حاجه زي كده خالص ولا تحزنوا روح الله بصي دي طبيعه الاله بتاعنا الاله بتاعنا لا بتاع لوي ولا بتاع غصبا عن عينك هتعملي وما سمعتيش كلامي هعمل فيكي ما فيش حاجه زي كده خالص عشان كده يقول حملي هين والينا خفيف آه. آه. تعالوا تعالوا اتبعوني المسيح يقول تعالوا امش ورايا حملي خفيف و وفي هشاشته وهو على الارض كبشر يقولك في حتت في الكتاب المقدس يقولك انسحب من بينهم لانه لم يستأمن نفسه في وسطهم يعني في مرات كان في وسط الجموع وشعر بانه ربما حد يختاله او يقتله قبل موعده على الصليب فانسحب لانه وقته ما كانش جه لسه كان لسه في حاجه او عارفه يقول لك عارف ما في قلوبهم عارفه ما في افكارهم من افكار شريره وانسحب من بينهم ففي مرات في وسط الهشاشه دي بتبان القوه انسحب لانه شاف انه لو سبت نفسي في الموقف ده ربما يقتلوني قبل الصليب هو مش خايف على قتله هو جاي يموت هو خايف على الرسالة اللي جاي على هو عشانها جاي يعني هو جاي لصراع محدد جدا بينه وبين قوات الشر اللي فيها لابد أن يموت على الصليب علشان يحصل هذا الأمر و و ويقيمه الله و وما إلى ذلك <applause> طيب عندما أعلن ضعفاتي فأنا أتجسد مع المسيح أنا كمان أتعرض أعرض نفسي لنفس هذه الهشاشة بمزاجي أتجسد مع المسيح ويتوقف صراع أن أصبح إلها و و ومحاولاتي للكمال محاولاتي للكمال دي خدي بالك كلنا واقعين فيها كلنا عايزين نبقى ما حصلناش yeah. كلنا على طول بنصارع عشان أبقى إله ودي ابتدت من وقت لما ابليس قال لحواء قال لها كلي من ال... لو اكلتي هتبقي, هتبقى زي ربنا, ربنا. بالضبط yeah. فكلي هتبقي زيه هو خايفك تبقي زيه من تلك اللحظه وطالع احنا بنصارع ان نكون الهه ونتحكم في حياتنا ومن هنا عندما اعلن ضعفي واتجسد مع المسيح واصلب مع المسيح يتوقف بكل انا بعملها بارادتي مش مش وانا مش واخد بالي يتوقف عندي صراع ان اكون اله وان اكون متحكم في امور حياتي ومن هنا حتى انه انت تفكري فيا ازاي وفلان يفكر فيا ازاي وصديقي يفكر فيا ازاي مش هتفرق معايا مش رأسك. فارقه معايا يعني. مش لان انا ما بقيتش فارق مع نفسي لكن لانه خلاص انا قررت اني اكون هشا لاني انا بالفعل هش انا مش بعمل كده يعني شطاره مني، انا هش، انا قابل للكسر. كل اللي بعمله ان انا ما بخبيش على الموضوع ده بواجه نفسي ده. واتسطر بواجه. عليه. احتمي بالمسيح في السلايد اللي حضراتكم هتشوفوه في غلطية 22 يقول مع المسيح صلبت. يعني ايه؟ يعني اقبل ضعف المسيح. مع المسيح صلبت. فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. من هنا وطالع المسيح يحيا فيا بضعفه اللي اظهره وبقوته اللي حصل عليها وانا حصلت عليها معاه بالوراثه فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. آه. آه التوجه ده ما يتعارضش ابدا مع آه ان انا افتدي الوقت والايام شريره واتمم خلاصي بخوف ورعده، الكلام ده ما, ما يتعارضش مع ان انا اعيش حياتي بحزم و... وانضباط وكل الكلام ده بالعكس ده هيساعدني ان انا بالزبط. عايز ب... اعيش بحزم وانضباط بالزبط يعني بالظبط <applause> فدي مش حياه اعلان الضعف يعني يلا يلا كله أنا هبل بقى كله وهبل و... لا, لا. خالص لا بالعكس بالعكس هو انا بظهر ضعفي عشان اقدر اكون بتعامل معاه و... وبتغلب عليه مش ال... مش العكس يعني بالظبط كده اوكي هل يعني ده تجسد المسيح وحضرتك قلت بعد كده هنتكلم عن امثله او امثله <applause> من الكتاب المقدس يعني هنشوف فيها قوة إظهار الضعف وقلنا الأمثلة دي في يوحنا 12 24 وعلى فكرة هنشوف آيات كتير قوي قوي قدامنا على الشاشة والسبب هنا مش إن أنا يعني عايز أعمل لكم دراسة في الكتاب المقدس لكن لأن أنا مؤمن إنه لما تشوفوا الآيات قدام عينيكم وتسمعوا الكلام بتاعي تثبت الموضوع أكتر وفي نفس الوقت تتأكدوا إنه الموضوع مش متاخد بره السياق بتاعه لا وكمان يعني هدف الايات وتركيزنا عن الكتاب المقدس اهميه الموضوع ده وان هو يعني يعني ده اساس يعني حاجه الكتاب المقدس بيتكلم عنها وناس عاشوها فعلا يعني مش بس مجرد برضو ايات يعني جود جود يوحنا 12 24 الايه الشهيره الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير مره ثانيه هنا بيتكلم على موت موت وليس تخليد حبة الحنطة والاحتفاظ بها والحفاظ على كل مظاهرها وقوتها وبالعكس دي هي لازم تفنى لازم تدوب لازم الضعف بتاعها يبان وهي إن لم تضعف لن تموت هي الحبة إن ما ضعفتش هتفضل ماسكة في روحها بس هي بتظهر ضعفها وبتسمح بالضعف إنه يأكلها وفي الآخر تتحول إلى شجرة عظيمه جدا جدا بالتضاعف الفظيع المسيح الذي نزل للارض بالتجسد ودفن تحت الارض للفداء ليظهر شجره قيامه تجمع في جذورها البشر فمره ثانيه هي تطبيق ليوحنا 12 24 ازاي انه حد نزل للارض تجسد او صار انسانا ودخل في في هذه الهشاشه الفظيعه ودفن تحت الارض فالضعف والفناء ولكن اثمر قيامه عظيمه. المثل بتاع ايليا العظيم جدا جدا اللي هو موجود في ملوك الاول 18 اصحاحات 18 و19 نشوف اصحاح 18 حاجه واصحاح 19 حاجه بنشوف ايليا بشكل مختلف جدا في اصحاح 18 نشوف مقتل 850 من انبياء البعل و... و وبعدين نلاقيه بيدور على رتمه البريه التي جلس ونام تحتها وطلب الموت يا بعد بعد حاجه وانتظار مذهل مذهل زي ده وحاجه و... روحيه يعني موقف فظيع وبعدين نشوف ضعف إلي كيف يروح لزرعة وينام تحتها ويطلب الموت لنفسه وبعدين ربنا يقومه ويقول له قوم يا بتعمل إيه قوم قوم اتحرك من هنا يروح يمشي لغاية مغارة بتاعت جبل حريب يدخل فيها وبعدين يرجع برضه مستخبي فيها وبعدين يسأل الله أنت هنا ليا إليه في يعقوب 5 17 يقول لنا انه كان ايليا رجلا تحت الالام مثلنا يعني ايه يعني مثلنا في الضعف يعني لازم ناخد بالنا انه الانسان متكون من ضعفات ومراكز قوه يعني مراكز قوه في ذاته ومراكز ضعف فظيع احنا كده احنا معمولين كده ده اللي مخلينا في منتهى الجمال ده مش حاجه دي مش حاجه وحشه ايوه لازم نشتغل على ضعفاتنا ولازم ولازم لكن بس عمرنا ما كلنا هنبقى قوه يعني ما ينفعش نبقى الهة احنا كده ده سر جمالنا وسر بشريتنا لما نقول سر جمالنا هي تساوي سر بشريتنا لأن البشرية جميلة جدا البشرية اللي خلقها الله جميلة جدا والضعف اللي فيها ما هو إلا مظهر بيوري قد إيه إحنا بشر ولا نستطيع أن نكون مكان الآلهة آه طيب حياة بولس بقى وأنا هنا عايز أتعرض لحاجة كتب فيها واحد اسمه بيتر بيترس كازيرو وواحد تاني اسمه أليستر بيج الاثنين دول كتبوا كتابات عظيمة جدا و وبيتر سكازيرو اخترع لنا مفهوم جديد او تعبير جديد اسمه لاهوت الضعف سماه لاهوت الضعف اي القوه الروحيه الكامنه جوه الضعف وهنا خليني اخدك ل ازاي الاعتراف بالضعف والمحدوديه بيثمر استخدام الهي غير طبيعي عشان كده هو بيسميه لاهوت الضعف بمعنى انه الاعتراف بالضعف يجعل قوه الله تتحرر وتدخل وتعمل معجزات ومن هنا موضوع الفورنابيليتي بدايه الموضوع بتاعنا اساسي في حياتنا الروحيه وضروري في حياتنا يعني كاني انا زي ما بفتح واظهر ضعفي انا بفتح لعمل ربنا برضه مع كل ما بسمح لنفسي باماكن متاحه في حياتي الاخرين يتكلموا فيها ويصلحوها وربما يعوروها وياذوها كل ما بسمح بكده كل ما بأطلق يد ربنا إن الله انها, انها تشتغل اذا الموضوع هنا متعلق بملكوت الله مش متعلق بيا انا بالذات فاظهاري لضعفي وسماحي اني اترك نفسي ضعيفا امام الناس بمزاجي هو احد القيم الاساسيه الموجوده جوه ملكوت الله لتطلق قوته ويده في العمل معي وتخلق وتبدع. طيب خليني اخذك في رحله سريعه جدا وهنعلق على حياه بولس بولس في اول قراءه ارجو انها تبقى على الشاشه في غلطيه غلطيه اثنين وهبتدي بالجزء الاول من واحد لتسعه هقرأ علشان الناس المستمعين كلهم يشاركوه معايا بولس هنا عمره 14 سنه في الايمان يعني جديد طيب الكلام ده حوالي عام 49 بيكتب للغلطيين في غلطية 2 من 1 ل 9 يقول لهم بعد 14 سنه صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا هو ابتدى مع الوحيد الوحيد اللي رضي ياخده معاه لأنه هو كان بيضطهد المسيحيين فالوحيد اللي رضي ياخده معاه كان برنابه فطلع مع برنابا الى اورشليم اخذا معي تيتوس ايضا صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم برضو الحته دي خلي القراءه قدامنا بس ابين انه الامم ما كانش مسموح ليهم يدخلوا الى الايمان بالمسيح الكلام ده كان لليهود بس لكن بولس بدا يبشر ايضا للامم وياتي من بينهم بتلاميذ للمسيح ولكن بيقول بقى بكمل القراءه عرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم ولكن بالانفراد على المعتب... المعتبرين المعتبرين دول هو بيتكلم على الرسل الكبار بطرس التلاميذ لالا اكون اسعى او قد سعيت باطلا لكن لم يضطر ولا تيطس الذي كان معي وهو يوناني ان يختتن ولكن بسبب الاخوه الكذبه المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا بصوا على طبعا المحتوى هنا انا مش عايز اناقشه كله لانه المحتوى هنا فيه قضايا كتير قوي قوي فبيتكلم اولا على الرسل بيتكلم على ازاي كانوا مصرين على انه اي حد يدخل الى المسيحيه لابد ان يختتن اللي كانت عاده يهوديه فكانوا بيجبروا الجدد في الايمان انهم يصيروا كاليهود وهو هنا بيتكلم مع الرسل جاي يعرض عليهم انه ربنا دعاه وفتح له باب انه يتكلم مع غير اليهود وانهم مش محتاجين يختاتنوا لكن شوفي طريقه الكلام بتاعه بالانفراد على المعتبرين انا انفردت على بالمعتبرين يعني قعدت معاهم واحد واحد يعني انا راجل مهم برضو قعدت معاهم لئلا اكون اسعى او سعيت باطلا لكن لم يضطر ولا تيتوس اللي معايا شوفوا ما جبروناش ما قدروش ما إدروش يجبرونا ولا يخلوا تيتوس اللي معايا اللي هو كان يوناني يختتن شايفه؟ يعني انا انا بولس لا مش هتمشي علينا القصص دي انا احسن واحد يفهم في الحاجات دي انا شخصيا يهودي اكثر من من بطرس وكل الناس دي فما جبروناش وما قدروش يخلونا نعمل حاجه زي كده يكمل يقول الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة شوفي الكلام شوفي أنا جدع أنا بطل أنا محدش يخلي يلوي دراعي أنا أعمل اللي أنا عايزه ولا المعتبرين دول ما يقدروا يخلونا أعمل حاجة الذين لم نزعن لهم بالخضوع يا ده أنت يا بولس بتعلم عن الخضوع بعدين بس في المرحلة دي من حياته لا كان لسه ما بين ال... محدش يقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه أنا جدع أنا كبير أنا مهم لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعه ليبقى عندكم حق الإنجيل وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي شوفي الكبار دول ما عندي خالص الله لا يأخذ بوجه إنسان وده مظبوط مظبوط الله لا يأخذ بوجه إنسان بس يعني برضو بولس كنا نعتقد أنك أنت هتحترم الناس دي دول دخلوا الإيمان قبلك ده أنت اضطهدتهم وعذبتهم يا أخي عشان الماضي السيء بتاعك فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء بل بالعكس ما جاتليش منه على فكره ما خدتش منهم اي حاجه اذ راوا اني اؤتمنت على انجيل الغرله كما بطرس على انجيل الختان فان الذي عمل في بطرس لرساله الختان عمل فيها ايضا للامم ما حدش احسن من حد الروح القدس اللي اشتغل في بطرس عشان يتعامل مع اليهود تعامل معايا انا كمان عشان اروح مع غير اليهود مش حد احسن من حد فاذا عل علم بالنعمه المعطاه لي يعقوب وصفا يوحنا دول بقى الكبار بتوعهم المعتبرون انهم اعمده اعطوني وبرنابه يمين الشركه لنكون نحن للامم واما هم للختان طيب يكمل بعدها بسنه بست سنين سنه 55 يعني هو كان في مرحله لسه يعني آه دي مرحله اه دي مرحله يكمل بعدها في كورنثس الاولى 15 بعد الكلام ده بست سنين بيكلم الكورنثيسيون كاتب لهم رسالة وشوفي بقى حضرتك المستمعين التغيير اللي شكله وبعد ذلك يقول وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا السقط أنا آخر حاجة عارفة السقط اللي هو آخر الشوال أكتر حاجة مقرفة يعني ما تستاهلش يعني الواحد لما بيكون بيبيع حاجه للناس بيبيع اللي على الوش ما يبيعش للسقط ما يبيعش القرف ده اللي هو ما يتعدش ما يتوزنش يخشش في الوزن لانه مش مش كويس يقول ايه وبعد ذلك ظهر ليعقوب على المسيح ثم ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كانه للسقط ظهر لي انا ده بعد ما في ست سنين لاني اصغر الرسل انا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله ابتدى يشوف ضعفه بقى ابتدى يشوف نفسه ويشوف ضعفه yeah. حصل في الست سنين دول حاجات خليته يا خبر أبيض ده أنا متشال على نعمة المسيح يا خبر أبيض ده أنا لولا نعمة المسيح ما كنت أستاهل إني أتكلم في الرسالة دي ولا أبشر حد ولا أعمل أب... يا خبر ده أنا اللي كان مفروض أتحرق في المحرقة بدل من أنا يظهر لي المسيح ويعاملني زي الرسل دول الناس المحترمه دي يعني ليه علاقه برضو بكلمه ربنا وعلاقته بربنا ويعني يعني الموضوع ده ليه علاقه بكده بان علاقتنا بربنا ومدى قربنا لربنا بالتاكيد <applause> آه الـ الـ وخدي بالك وانت بتقربي من ربنا لازم بتقيسي بقى انت بقيتي فين انت كمان يعني ما هو ربنا ما انت لا تفتكري نفسك انت ربنا وربنا انت في الاخر لا الواحد دايما بيح بيبقى أيوة أنا بتعلق بربنا وبتقرب من ربنا لكني مش ناسي وما بقيتش مش شايف قد إيه أنا معتمد على هذا الإله وإنه الموضوع مش عشان شطارتي إن أنا بجري وراه وتابعه وادور عليه لا ده هو الشايل اللي شايل يا بالعكس يعني انا شايفه لو, انا عرفت ربنا بجد وانا عشت الكلمه ده هيخليني ان انا افتح مساحه ان ربنا يشتغل فيا فهو ده اللي عمله بولس طبعا وبالفعل هو الانسان بيختفي وزي ما هتشوفي بعد لحظات الانسان بولس في موقف لاحق حقراه بيقول ولا يهمني انا بقيم نفسي ازاي في موقف تاني هقراه لك بعد شويه فالانسان فعلا بيختفي من نظر نفسه بس لازم يعدي على ان انا متشال على هذه النعمه ويشوف ضعفه مش بس يمسك بالمسيح ويتعلق به لكن ايضا يبقى شايف ان هو الموضوع لا لا يعتمد عليه في شيء. يبقى كمل في كورنثوس الاولى خمسه في كورنثوس الاولى 15 سبعة ل 10 يقول ولكن بنعمه الله انا ما انا ده الكلام اللي انا بقوله. انا بقيت اللي انا فيه ده عشان نعمه ربنا ونعمته المعطاه لي لم تكن باطله. بل انا تعبت اكثر منهم جميعا ولكن لا انا بل نعمه الله التي معي. خمس سنين تانيه يا امل بعد خم... يعني بعد خمس سنين تانيه أه. من الرساله بتاعه قال فيها الكلمتين دول أه. كان له خم... حوالي سنه 60 أه. 15 5 يبقى أه. 19 19 و5 يعني 24 سنه من الايمان صح كده أه. 25 25 أه. 25 سنه مؤمن ده حوالي سنه 60 أه. يقول عن الرسل في افسوس 3 8 أه. يقول كلمه ونص هنا لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى قبل موته بسنتين كان مؤمن حوالي 30 سنة يقول في تيموثاوس الأولى واحد 1-15 صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاه الذين, أولهم أول أنا. أنا. تشوفي تشوفي إزاي التغير في اللهجة والأتيتيود نفسه التوجه بتاعه أنا جدع مش يقولوا ليش ولا أزعن لهم و... وإزاي في الآخر يرى إنه متشال على نعمة المسيح وإنه لو كان في ناس وحشين كتير فهو أولهم مش بيقول كده حفظ اصل خدي بالك في ناس تقول الكلام ده حفظ انا وحش واحد انا بيبان مسكين. يعني متواضع مش يعني مش 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 كلام فاضي مم. احنا بنتكلم على حاجه جوه القلب وشعور الانسان بنفسه مش آه... يا مش كلام مم. طيب هل في حاجه تاني في حياه بولس او يعني احنا شايفين خدمه بولس وتبشيره هل موضوع الضعف ده كان ظاهر قوي في خدمته وقدام الناس لان انا خايف على عن... عنه كمان لان انا بيسة... خايف يعني... على الوقت حاخدك في رحله سريعه يعني. جدا يا كنت طيب. اتمنى اطول فيها اكتر من كده. في بولس اشتكوا عليه. شكوه شكاوي فظيعه. و... واحنا هنعدي شويه في الشكاوي، لكن انا عايز بس أقولك لك انه بولس الرجل العظيم يسمح بشكاوي عليه ويسمح لهم يقولوا الكلام اللي هم بيقولوه ده في حد ذاته ان كان دليل على شيء فهو دليل على الفولنبيليتي واتاحه الضعف وجعل نفسه مستهدفا منهم بدون ما يؤذيهم ولا يهددهم ولا يفقدوا علاقتهم معاه ولا ولا يفقدوا حبه حبه اللي هو عطاه ليهم بالرغم يعني شوفي خدي بالك فرق بين التحكم وبين ما حدش يكلمني بالطريقه دي وما حدش يقول عليا كده واللي ياذيني أأذيه او ابعد عنه الى هو دافع عن حقي يعني ده أو غلط فيا ده هو, هو دافع هنا بس ما دافعش عن نفسه هو هنا كان بيحاول يوصلهم لمفهوم قوه الضعف م. خليني بقى امشي معاكي مشوار ده جميل قوي مش عايز اضيع اي وقت تاني <applause> اشتكوا بولس اوكي اشتكوا بولس قالوا له انت جبان اربع شكاوى اول واحده قالوا له انت جبان لا تقوى على المواجهه أم. في كورنثوس الثاني عشر واحد ثم اطلب اليكم بوداعه المسيح وحلمه انا نفسي بولس الذي في الحضره ذليل بينكم واما في الغيبه فمتجاسر عليكم. كورنثوس الثاني عشر عشر يقول لانه يقول الرسائل ثقيله وقويه اما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. طيب انا عشان ما اضيعش وقت هسيب شويه ايات انا أحضرها علشان عايز اوصلكم للنهايه. فهنا بي... واحده من الشكاوي عليه بيقولوا له انت جبان و... ولا تقوى على المواجهه لما بتيجي بيبقى حضورك ولا حاجه خالص ولا كانه في رجل الله بيننا بس في الرسايل بتاعتك ايدك تقيله بقى وبتتكلم كلام كبير ادي اول شكوى تاني شكوى من غير ما نقراها في كورنثوس الثانية عشره اتنين انت دنيوي وغير روحي انت بولس عمال تعلمنا عن الروحانيات وانت شخصيا دنيوي جدا على فكرة انت مش روحي كفاية بالنسبة لنا خدي بالك هو اللي علّمهم الإيمان هو اللي علّمهم المسيح وهو اللي أنشأ كل هذه الكنائس وبيرعاها وفجأة تطوروا عنه روحيا وبقى هو لا شيء انت دنيوي وغير روحي شكوى الثالثة في كرونسوس الثانية عشرة سبعة احنا اساسا مش متأكدين انك مسيحي مشكوك في مسيحيتك وانتمائك للمسيح خليني اقراها لكم دي عشان دي مهمه لحسن حد يقول معقوله الكلام اللي انت بتقوله ده أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة الحضرة أي المنظر يعني بتاعي أتنظرون إلى ما هو حسب المنظر يعني إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح يعني يقولون أنت أنت مش أنت على فكرة مش مسيحي ولا حاجة رابع رابع واحدة ودي موجودة في كورنثوس الثانية 10 12 الخدام اللي أنت بتجيبهم معاك كل مرة دول درجة ثانية وما بيناش ما بنحترمهم اوكي طيب دي في اي شاهد اه دي موجوده في كورنثوس الثانيه 10 12 طيب آه يقول بولس بقى في تناوله للشكوى الرابعه الرابعه اخر واحده دي بتاعه الخدام اللي معاك درجه تانية بيقول لهم على فكره ما ينفعش نقارن نفسنا خدي بالك خدي بالك حتى الرد الرد تفنيد للفكر مش يا كذا يا كذا كيف تجرؤون؟ ده انا لا ما مش بيدافع عن بقى. نفسه ولكن بي, 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 بي تقريبا بيعلمهم بي بيفكروا ازاي؟ اه لانه كده انتوا اه. ماشيين غلط قوي. طيب. يقول بولس في تناوله للشكوى الرابعه اننا لا نستطيع ان نقارن انفسنا بمن يمتدحون انفسهم. ويقيسون انفسهم وحياتهم على انفسهم، انتوا يا جماعه بتقيسوا نفسكم على نفسكم ازاي كده؟ فهم ليسوا حكماء. اللي يعمل كده مش حكيم، ازاي تقيس نفسك على نفسك؟ اما نحن فلن نفتخر خارج حدودنا بل سنحد انفسنا وافتخارنا بمجال الخدمه بتاعنا اما من افتخر فليفتخر بالرب لانه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب يقول لهم يا جماعة مش اللي يمدح نفسه <applause> أنتوا بتقيسوا نفسكم على نفسكم من يمدحه الرب وبعدين في كورنثوس الأولى أربعة ثلاثة وأربعة خلونا نحطها على الشاشة برضو بولس مش بيدافع عن نفسه يقول لهم ايه اما انا فاقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم او في او او من يوم بشر اقل شيء عندي ان حد فيكم يحكم فيا او في اي يوم بشر بل لست احكم في نفسي ايضا حتى انا مش بحكم في نفسي يعني انا كنت قلتها لك من شويه انه حتى انا مش مش ب... فارق معايا لأنا... نفسي بتقول نفسي. لي ايه فانا لست اشعر بشيء في ذاتي شوفي موقف نفسه عن انه يشعر باي شيء من ناحيه نفسه ان انا واد جدع شاطر انا برافو عليك مش شايف نفسه مش يعني مش ان هو لا اشعر بشيء في ذاتي موقف القصه دي يعني... وبالرغم من كده على فكره انا مش مبرر عشان مش بخليكم انتوا تحكموا فيا ولا انا بحكم في ذاتي ولكن الذي يحكم فيا هو الرب يعني مش مهم انت بتقول ايه عن نفسك المهم ما يقوله الرب عن... عنك لما ينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب حينئذ يكون لك المدح ده اللي هو قاله بولس انشا الكنيسه دي والكنيسه دي هو بي بي بيواجه فيها رسل مزيفون مسميهم فائقي الرسل عارف يعني ايه فائقي الرسل هي بالعربي فائقي الرسل هي يعني بالانجليزي سوبر سوبر رسل طبعا مسخره دي اسمها سوبر هو مسميهم فائقي الرسل في كورنثوس الثانيه 12 5 يعني اللي هم اعلى درجه اللي هم اعلى درجه من الرسل سوبر. سوبر رسل يعني تريقه يعني دا. فبيشتكوا عليه ف... فلا شاف انه لازم ي... ي... يرد شويه على اللي بيقولوه مش عشان نفسه لكن كتعليم لكن كظبط ك... ك... للكنيسه والا الكنيسة هتمشي س... سكه غلط في كرونسوس الثانيه 12 20 بيقول لهم لاني اخاف اذا جئت اذا جئت ان لا اجدكم كما اريد واوجد منكم كما لا تريدون ان توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومزمات ونميمات وتشويشات وتكبرات ما دي تكبرات اساسا ان هم يتكلموا بشكل يرجع يقول لهم كرونسوس الثانيه 11 واحد انا 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 مش عايز الموضوع يبقى دراسه قد ما عايزكم تسمعوا بولس بيتعامل ازاي مع ممكن تبقوا تدرسوا الموضوع ده بقى انتوا على مهلكم تاخدوه حته حته وفي كتب كتير بتتكلم عن كتير ليتكم يقول لهم في كورنثوس الثانيه 11 واحد يقول لهم ليتكم تحتملون غباوتي قليلا معلش اعتبروني غبي يعني على المنطق بتاعكم احتملوا غباوتي انا عارف ان انتوا على فكره محتملينها يقول لهم بل انتم محتمليه يعني انا عارف ان انتوا م... ش... يعني محتملين اوكي يكمل في كرونسوس الثانيه 11 16 ل 18 يقول لا يظن احد اني غبي والا فاقبلوني ولو كغبي لافتخر انا ايضا قليلا الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب بل كانه في غباوه عشان ارد عليكم بس بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجسد افتخر انا ايضا خد بالك وبعدين يقول لهم عدد 19 20 يقول لهم انتم حكماء لدرجه انكم تبجلون من يسيء اليكم ويستغلكم ويستعبدكم اللي يجي يستغلكم ويستعبدكم تبجلوه هي دي الحكمه بتاعتكم تبجلوه يعني تنتهروه او ان انتم لا لا تبجل حد يعني ترفعه في مرتبة عالية اه تبقى يعني تبقى يعني أوكي. آه. تحبوا قوي 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 اللي بي... بيسيء اليكم وينتهركم ويستغلكم ويستعبدكم اه الدول اللي لأن هم لأنه ما كانش بولس لوحده اللي بيشتغل آه. معهم معاهم آه. عدد 21 الذي لهواني وخزي كنت اضعف من ان استعبدكم مثلهم وبعدين عشان هواني وخزي يعني يعني انا من هبلي عمري ما استعبدتكم زيكم وبعدين يقول على فكره ما زلت اتحدث كغبي يعني الكلام اللي انا بستعمله ده عشان ده المنطق اللي انتوا بتفهموا بيه فانا همشي معاكم المنطق ده طيب يعني انا معلش خليني في الحته دي يعني كانه بيقول لهم انا علشان بسيط معاكم وعلشان انا بظهر ضعفي او ان انا يعني زيكم او ان انا متواضع او وات فانتوا يعني بتعاملوني بالشكل ده بتستهيفتوني لكن... وبتبجلوا او تعظموا بتعظموا الناس اللي, اللي بتستخدمكم ولا بتستعبدكم بزبط. ولا بتستغلكم ولا بالظبط يعني. في عدد آه 22 بيقول لهم انتوا بتفتخروا بعبرانيتكم باسرائيليتكم ببنوتكم لابراهيم انا كل ده عندي انا عندي كل الحاجات دي اللي انتوا بتفتخروا بيها لكن ما تفتخروش بالكلام ده افتخروا في عدد 23 يقول لهم افتخروا بخدمتكم للمسيح. أنا أكثر منكم كلكم، لو بقى تعالوا بقى نتكلم عن الخدمة للمسيح. أنا أكثر منكم كلكم. شوفوا أنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرة تقريبا مت عدة مرات. وهنا يرجع يقول أتكلم كمختل العقل. فأنا لا أريد أن أقول هذا الكلام. واعتبره اختلال عقلي ان انا بستعمله عشان انتوا بس تفهموا وعيني اخدهم بقى للحته الجميله قوي يا يا امل انتوا عايزين تثبتوا ضعفي في عدد 30 انتوا عايزين تثبتوا ضعفي <applause> طب انا هقول لكم بقى قد ايه انا ضعيف يعني شوفي شوفي كل الجزء اللي فات ده بيرد على انتوا فاهمين الدنيا غلط بيصحح مفاهيم او طريقه لكن هي المشكلة ان انتوا عايزين تثبتوا ان انا ضعيف؟ تعالوا انتوا بقى ما تعرفوش انا ضعيف قد ايه. تعالوا اسمعوا. انا هقول لكم كم انا ضعيف. انا هربت في افة. مقطف افة. مش عارف الاخوة العرب اللي بيسمعونا هيفهموا المصريين يقولوا افة اللي هي بتتمسك من اثنين كده. دلدلوني في دمشق لاني كنت هتقتل دلدلوني في افة. او في مقطف. مقطف ظاهر شوية افة اكبر. يقول لهم كده عايزين حضور اقوى من كده ايه رايكم في الحضور بتاعي بمعنى اخر لو انا بني ادم بقى محترم وقوي وبتاع كان يحصل معايا الحاجات دي اتدلدل في افه هربا من اني اتقتل كنتوا فاكرين الرسول العظيم الذي لا يخيف شيء وقوه الله تحميه لا انا اتدلدلت من افه فين الحضور المميز ليه ربنا ما ما شالني كده وانقذه انقذني من الحته دي لقى يعني. لقيت, نفسي في حته تاني yeah. مش ده الحضور المميز؟ mm. مش ده اللي لو حصل انتوا هتبجلوني وتحسوا ان انا عظيم؟ mm. لا فين الكلام المفحم يعني الكلام الفظيع اللي ما حدش يعرف يرد عليه؟ فين المنطق الذي لا يقاوم او فين فين المنطق بتاعي الذي لا يقاوم الذي يؤكد الحضور الالهي. يعني بيقول لهم الحاجات دي كلها مش عندي، يعني انا باجي عندكم انتوا بتحسوا ان انا مش ضعيف، ال 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 الرسايل بتبان قويه بس لما اجي انتوا مش حاسين بحضور الهي لدرجه ان انتوا بتشكوا في روحانيتي. فين القوه العلويه التي تبين وتدعم او تدعيم وتثبيت سلطان الله؟ مش دي الحاجات اللي احنا لما بنشوفها يا امل في اي حته نقول واو, واو. يعني المتكلم ده ما حصلش واو المتكلم فظيع يعني يا ربنا فزيع. مستخدم الشخص ده واو ليه؟, ليه شايفين حضور الهي قوه كلام مفحم فظيع بيقول لهم فين ما انتوا اهو بتقولوا لي على ان حضوري ما فيهوش يا اساسا واخد بالك وانا بكت... دلدلوني اهو انا جاي لكم افتخر انهم دلدلوني في قفه لكي اتمكن ان اعيش واكتب لكم الرساله دي ايه رايكم في قوتي ها هي ضعفاتي ومحدوديتي عارفين ليه لانها مفتاح قوه الله في حياتي الله يضع في كورنثوس الثانيه اربعه سبعه عشر يقول الله يضع كنوزه في اوان خزفيه حتى يعرف الجميع ان القوه هي من الله الاواني هشه وضعيفه وقابله للكسر والله ملصمها لكنه من خلالها يطلق قوه عظيمه ليكون يقول كده في كرونس الثانية لكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد هذا الضعف بقى حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا يكمل يقول لهم بسبب فرط الإعلانات الروحية ولئلا أنتفخ أعطيت شوكة شوك في, في الجسد, من الشيطان يعني عليها. لأظل متلامسا مع محدوديتي وأظل نافعا للسيد وشوفوا شوفوا بقى الرسول الفظيع بتاعكم من جهة هذا تضرعت الى الرب ثلاث مرات ان يفارقني، شوفوا بقى يعني قد ايه انا ليا دلاله عند الله. مم. ثلاث مرات تضرع للرب اتضرع لربنا وفي الاخر تعرفوا قال لي ايه؟ تكفيك, تكفيك نعمتي, نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل, قوتي في تكمل. <applause> لا يا بولس مش هيحصل ان انا اجاوب الصلوه بتاعتك ان انا اشيل الشوكه دي بل أو انا هحتفظ بهذا الضعف لانه هذا الضعف بيقربك مني وبيؤكد قوتي وبيطلق قوتي في حياتك ده لاهوت الضعف اللي بكلمك عنه يعني. وده اللي اتكلمت عنه اه من شويه وكمان في البعد النفسي ان هو في الضعف احنا بنلاقي قوه او بن ب بندوق السعاده وجمال ال بالظبط القوه يعني في فيقول ده. لهم في كروسوس الثانيه 12 6 ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق لكني اتحاشى اتحاشى اني افتخر ب بمنع نفسي لئلا يظن احد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني لحسن تفتكروني أحسن ما أنا عليه أنا بني آدم ضعيف وضعيف جدا أنا لو افتخرت لأكون لا غبيا لأنها الحقيقة ولكني أمتنع لألا يظنني أحد أفضل مما أنا أنا عليه أه بصي يعني كلام جميل قوي قوي وانا عمال افوت <applause> في اوراق وحاجات كتير <applause> <وآيات تصفيق> جميله قوي 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 بس علشان برنامج قرب يخلص أه لا وبولس يعني قدم ده بطريقه واضحه جدا واتكلم عنه كتير بالظبط خدي بالك الرابطه اللي احنا بنربطها من اول برنامج للاخر واللي بولس بيكللها لنا بالكلام الجميل قوي ده اتاحه ضعفي وعدم محاولتي للتحكم في حياتي ومنظري وامور الحياه والعلاقات و و, و... اظهار الضعف واني اسيب اماكن متاحه ومعرضه حتى للهجوم عليا لما بعمل كده انا بدخل في قيمه اساسيه كبيره قوي في ملكوت الله نفس القيمه بتاعه التجسد نفس القيمه بتاعه الضعف اللي بولس بيقول لهم بقى انتوا بتهاجموني وعايزين تثبتوا ان انا ضعيف طب تعالوا اقول لكم الدع... تعالوا ده انا ضعيف قوي ده انا حصل وحصل وحصل لانه ربنا قال لي في هذا الضعف هو يطلق قوته لما ببص على امثله في العالم الحاضر بتاعنا يا المرسل او الطبيب اللي بيشتغل في مستشفى في احسن مستشفيات امريكا بيطلع فلوس ما يحلمش بيها شخص عادي ويترك كل ده وينزل على افريقيا عشان يساعد مرضى مساكين لا بياخد فلوس ما في ممكن اللي... هو يموت هشاشة الموقف يعني... هشاشة الحياة صح مفيش أي تحصين لنفسه ودي حصلت في دكتور ال... مجدي يعقوب و... ما بيعمل كده في المرات و... ال... الأخيرة اللي... اللي حصل فيها آ... الإيبولا ال... الدكاترة اللي عيوا بالإيبولا آ... 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 المرسل اللي يسيب أسرته وحياته وفلوسه وميراثه وكل حاجة في الدنيا ويروح ويتقتل على يد من يعلن لهم محبة المسيح في آ... البلاد الأخرى هذا هو مفهوم التجسد، هذا هو مفهوم الهشاشه والفورنابيليتي اللي موجوده ومفهوم الضعف وقوه الضعف. قوه اظهار الضعف. في yeah. في ملكوت الله ودي حاجه ما يفهمهاش حد يا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهارده ده لا مش ممكن يضايق ناس ده. كتير ويحسسهم انه no. بيتكلموا في ايه وممكن يبارك ناس تانية كتير قوي يقولوا انا فهمت. Yeah. انا فهمت. طيب يعني هو خلاص وقتنا باقي دقيقه بس في سؤال جالي هل في فرق ما بين أن أنا أظهر ضعفي وأظهر خطيتي ولا هي الضعف والخطية لا الخطية غير الضعف ما نخلطش الضعف بالخطية الخطية حاجات غلط أنا خيارات خاطئة بعملها دي حاجة تاني دي حساب بيني وبين الله الضعف هو ضعف بشري ضعف في الشخصية ضعف في السلوكيات ضعف حاجات بتضعف علاقاتي وحياتي وحاجات زي كده الخطيه بتعمل كده برضو بس احنا بنتكلم عن الخطيه والخطيه ليست هي الضعف اللي بنتكلم عليه الليله دي يعني للاسف وقتنا خلص بس انا كان عندي اسئله كتيره قوي ومنها يعني هو باقي دي برضو خلاص تاثيرها على علاقاتي بس يعني من كلامك أنا عرفت ان هو هتفرق كمان في علاقتي م. مع الناس يعني هاخد ثانيه انه لو ما كانش اللي قدامي يقدر ياثر عليا عمره ما هيرتبط بيا ويشعر بالقرب مني لو رايه و و وكلامه مش هياثر عليا لو انا محصن نفسي ومقفل نفسي ما تقدريش تاثري عليا تاثيري على الاخر وقبول الاخر ان ياثر عليه ده جزء اساسي في العلاقات والفرنابيلتي بتلعب دور كبير فيه اوكي هاني يعني شكرا ليك للموضوع الهايل ده ربنا يباركك وكان مهم جدا ان احنا نعرفه ونحطه كده قدام عينينا عشان نكون خطوه للتغيير شكرا ليك جدا أعزائي <applause> المشاهدين الموضوع النهارده كان مهم مهم لحياتنا مش ان احنا بس نعلن لكن نكون بنكشف ضعفتنا قدام نفسنا الاول وقدام الناس وده زي ما قلنا ليه فوايد كتيره قوي نفسيه ده طريق بدايه للشفاء من الضعف ده وطريقه التعامل معاه كمان ان يعني احنا ندي مساحه للرب ان هو يكون بيعمل فينا ويكون نعرف نتعامل مع ضعفاتنا ضعف بقوه من الرب يسوع زي ما قال بولس تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل قوه ربنا في ضعفتنا هي بتكمل بشكركم جدا اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه